المفروض معانا صالونين، صالون الكتاب في ندوة الثقافة والعلوم وصالون المنتدى الثقافي، هذا صالون مستقل. مجموعة من الجميلات المثقفات أنشأوا صالون مهتم بالثقافة والكتب والفنون المختلفة. تحية لهم وألف مبروك على الصالون الجديد الذي سينضم إلى مجموعة من الصالونات في سماء الإمارات الثقافية طبعا. طيب، في البداية أحييكم جميعا، وبين يدينا رواية يعني نستطيع أن نعتبرها واحدة من أهم الروايات التي صدرت العام المنصرم عن دار الآداب طبعا. معانا الأستاذة رنا إدريس، صاحبة ومديرة دار الآداب اللبنانية للنشر، هي مديرة الدار منذ العام 1985. أستاذة رنا، إذا قلت أي معلومة غلط يحق لك أن تتدخلي وتصححي لي. الأستاذة رنا ورثت الدار أو إدارة الدار من كاتب معروف ومترجم وأديب هو والدها المرحوم سهيل إدريس، صاحب الرواية الشهيرة الحي اللاتيني. والدتها أيضا مترجمة، وفي تاريخها روايات، لكن واحدة من أهم الروايات التي ترجمتها هي رواية الغريب لألبير كامي. والآداب نفسها تحمل تاريخا عريقا منذ العام 53، منذ أن أنشأها المرحوم سهيل إدريس بمعية الشاعر السوري نزار قباني في البداية، قبل أن ينفصل لأسباب تعود إلى يعني مضطربات ربما سياسية ما في داعي لذكرها. لكن ظلت الدار تحمل مهمة الثقافة وفي جعبتها أو في تاريخها الكثير الكثير من الروايات، ويعود لها الفضل في تعريفنا على روايات وأدب متوزع على القارات كلها، بالإضافة للمعاجم وبالإضافة لمجلة الآداب التي توقفت. طبعا توقفت صح ولا لا أستاذة رنا؟ توقفت ورقيا لكنها ما زالت تصدر إلكترونيا. ما زالت تصدر ورقيا إلكترونيا. كل التقدير للدار، وأمنياتنا أن تواصل في كل هذه الظروف الصعبة، إلا أن مواصلة الدار هذا بحد ذاته يستحق التحية أستاذة رنا. معانا أيضا الأستاذ حسام موصلي. الأستاذ حسام مترجم وباحث وكاتب نصوص، وأيضا ترجم نصوصا ذكرني الكاتب الأمريكي، نسيت اسمه. بول أوستر. أيوة، بول أوستر. بول أوستر، معليش. الأستاذ حسام أظني مقيم في السويد. أنت تكلمنا الحين من السويد؟ أي صحيح، أنا من السويد في مالمو. من السويد ما شاء الله، من السويد ومن كندا. جميل جميل. طبعاً الأخ حسام هو المتسبب الأول في هذا الجمال الذي أغرقنا فيه ونحن نطالع الرواية، بمعية طبعاً الدكتور المترجم محمد درويش. ألف شكر وتقدير على راسي يا أستاذ حسام، هذا النص الجميل الذي أتحفتنا فيه. ألف شكر والله، خجلتيني. شكراً شكراً جزيلاً. يا والله. طبعاً كلكم اطلعتوا على رواية 10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب، والنص أو العنوان بدا لكثيرين عنوانا طويلا أكثر مما ينبغي بالنسبة لكاتبة لديها أو في جعبتها هذا العدد الهائل من الأعمال الروائية ولديها هذا التمكن من اللغة، ومع ذلك أتحفتنا بعنوان تقريبا 8 كلمات. العنوان عادة العناوين تتراوح بين كلمة إلى 3 كلمات يعني. سنأتي إلى العنوان، العنوان عتبة النص، ولا بد قبل أن ندخل البيت أن احنا نتوقف عند العتبة ونسأل عن العنوان. معانا الكاتبة، حد بس يضويلي على الكاتبة اللي شفاق شوية.
في حد مستعد يعطينا نبذة عن أليف شفا؟ طبعا أنا ممكن أعطي. هي يا كريمة. هي طبعا كاتبة باللغتين التركية والإنجليزية. هذه الرواية التي نناقشها اليوم كتبت باللغة الإنجليزية أصلا، ولكن لديها العديد من الروايات كتبت باللغة التركية، وهي إلى جانب أنها أستاذة علوم سياسية في جامعة أوكسفورد بلندن، هي كذلك ناشطة حقوقية تدافع عن حقوق المرأة، تدافع عن الأقليات، تدافع عن كما سنرى في الرواية عن المنبوذين والمهمشين، وأيضا هي حكمت من قبل الدولة التركية لكونها اتهمت النظام التركي بارتكاب جرائم ضد الأرمن، ليس فقط جرائم بل حتى مجزرة جينوسايد يعني ضد الأرمن، فأقاموا عليها دعوة وحاولوا حبسها عدة مرات، ليست مرة واحدة فقط، ولكنها في كل مرة تربح الدعاوى القانونية. تعيش الآن في لندن، هي من أم فرنسية وأب تركي. وهذا طبعا كتبت عنا كثير في سيرتها حليب أسود، عن الخلفية العائلية المتناقضة لديها من جهة والدها هي من عائلة تقليدية تركية مسلمة، من جهة أمها هي من عائلة مثقفة متحررة علمانية إلى ما هنا. هي كتبت أيضا أعتقد رواية قواعد العشق الأربعين اللي هي نالت صيت كبير جدا، من أجمل الروايات اللي قرأتها يعني. طبعا هي أطروحتها عن شمس تبريز وجلال الدين. أيوة، هو أحد المجالات التي تهتم أو تشكل اهتماما محوريا في اهتمامات إليف شفا، التصوف شديدة الاهتمام، وأعتقد أنها كتبت كتاب اسمه الصوفي ونالت عنه جائزة. رنوى العمصي، أهلا وسهلا فيك من هولندا يا رنوى. هلا 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 بكم جميعا، وأهلا دكتورة رنا وجميع الحضور والضيوف. الله يسلمك. سامحيني أنا ما انتبهت لك، توني شفتك يعني صغرتي رنوى، كشيتي وايد. فعل فاعل ها؟ مثال فاعل نعم. مثل ما تفضل الدكتور سليمان، كانت رواية قواعد العشق الأربعين أو الأربعون هي السلة أو العتبة الأولى التي فتحت أبواب الشهرة على مصراعيها أمام إليف شفاق في عالمنا العربي تحديداً، وبعدها كرت المسبحة وبدأت في نشر العديد من الروايات، وكل الروايات تقريباً شكلت الأكثر مبيعاً والأكثر قراءة بالنسبة لجيل الشباب في تركيا وفي غيرها من البلدان. يعني هذه الرواية التي بين أيدينا شكلت الرواية الأكثر انتشاراً حتى بين القراء في بريطانيا، يعني يمكن باعت أعداد مهولة جداً في شهر واحد. لذلك يقول عنها الكاتب الإنجليزي من أصل باكستاني حنيف قريشي بأنها تعتبر واحدة من أفضل الكتاب في العالم في يومنا الحالي. نبدأ الآن الرواية، نبدأ من العتبة الأولى من العنوان، وبما أن محرر النص معنا الأستاذ حسام يخبرنا شوية عن العنوان إلى أي درجة هو ملائم مناسب معبر طويل. لا كيف تشوف العنوان يا أستاذ حسام؟ شكرا جزيلا حضرتك مبدئيا، وشكرا بالبداية على الدعوة الكريمة.
للأمانة أنا والله ما كنت محضر بحكم أنه أنا من ساعة يعني صباحا تخبرت بالندوة، لكن يعني بخصوص فيما يتعلق بالعنوان، العنوان فعلا هو الأنسب. يعني في موسيقى بالعنوان in this strange world، يعني فيها صورة بهذا العالم الغريب، فيها صورة من الوحشة، فيها صورة من الأسى، يعني فيها صورة من الغربة، من المنفى. عدا أنه حقيقة الحقيقة العلمية لأنه الدماغ يستيقظ بعد الموت لمدة 10 دقائق و38 ثانية، فهي هي اللي اعتمدتها إليف بكثيم لكل العمل، وكان برأيي جدا مناسب. هو عنوان كاتشي يعني أنا قرأت، ما كتير أنا قارئ بالأصل يعني أعمال أخرى لإليف، ولكن هذا العمل كان بالنسبة إلي فعلا مميز، يعني بيلخص حياة كاملة بعشر دقائق 38 ثانية. هو كالحلم، يعني نحن نعرف أنه نحن لما مننام ومنشوف حلم فهو لا يستمر طيلة فترة النوم، وإنما يستمر للحظات وربما يعني ثواني معدودة. وهي هي الحياة بالنسبة لإليف صفاق، يعني اللي لخصتها قصة حياة ليلى بطلة الرواية. هي الرواية كما وصفت هي احتفاء حقيقي بالحياة، وهي يعني مش مقاربة للموت بشكل مختلف. عموما هي قصة العشر دقائق التي يبقى فيها وعي الإنسان مستيقظا، هي حقيقة علمية، صح ولا لا؟ وليست مجرد يعني حيلة روائية تبعتها إليف شفاق، يعني ارتكزت على حقيقة علمية وليست حيلة أو شيء من يعني الخيال. صحيح. طيب نعود للأستاذة رنا الناشرة التي أعتقد تحظى بحقوق كاملة لكل أعمال إليف شفاق، بدءا من كم رواية ترجمتوا لها أستاذة رنا؟ 8 حتى الآن. هي كل أعمالها 8 ولا لا؟ لا، الروائية 11. يعني شو الروايات اللي ما ترجمتوها؟ في The Gaze، وفي ظن رواية تانية، في روايتين ما ترجمناها، وفي عمل مثل أسي صدر للتو عن كيف يمكننا أن نعيش في عالم متوحش، وهي تحت تأثير الوباء وعزلة الوباء والخطر الذي يطالنا من جميع النواحي، يعني من جميع الجهات. يعني كتبت من واقع وباء الكورونا. نعم، ولكن هو نظرة شاملة على موقفها من الحياة، من التسامح، من الحرية، من التعاطف مع جميع يعني جميع الطبقات وجميع الأشخاص بمختلف مواقفهم وتوجهاتهم واختلافهم. أستاذة رنا، نحن يعني أكيد الأخوات والأخوة اللي موجودين قرأوا على الأقل كل منهم ولا يقل عن نص أو نصين لإليف شفاق. يقال بأن هذه الرواية 10 دقائق و38 دقيقة في هذا العالم الغريب هي يعني قمة النضج في السيرة الروائية حتى الآن لإليف شفاق، ومع أن الذي يقرأ الرواية بحيادية مطلقة يستطيع أن يقول أن إليف كتبت رواية تقليدية بالمعنى الكلاسيكي للرواية، يعني رواية شخوص مكان حبكة نهاية، يعني ما عملت رواية تجريبية ولا رواية حداثية ولا عملت رواية كلاسيكية
نضع جانبا انها روايه بديعه وروايه جميله وبلا شك يعني، لكنها روايه تقليديه. مع ذلك هناك شيء ما في الروايه يجعلها من وجهه نظري، اتكلم عن وجهه نظري وكل واحد طبعا له حق انه يقول وجهه نظري، اراها روايه بديعه لغه على غير المعتاد، ألق لغوي في الرواية. وأنت كنت يعني مواكبة وعلى إيد المترجم وهو يترجم ومحرر النص وهو يحرر، هذه العناية بالرواية لماذا؟ الاعتناء الشديد بالرواية. هو طبعا أول سبب هو أنه أنا انغرمت بالرواية، أنا بعتبرها قمة ما كتبت أليف شفاق. البعض سيقول قواعد العشق الأربعون، أنا أقول 10 دقائق يعني بهالوضوح. يعني لا أوافق تماماً على أنه الشكل تقليدي كرواية، ولكن تبدو لنا كذلك، هي أرادت أن يبدو لنا كذلك أنه هي تقليدية، بس لا شكلاً ولا مضموناً الرواية تقليدية. يعني يعني هي بالصور يلي تتنقل فيها، شوف مثلا عندنا الصوره انه اول شيء اول صوره الصادمه هي انه من حاويه نفايات تتكلم جثه، يعني بولا وضع مش شيء مألوف لنقول. وبعدين من هال الحاويه لنقول المستديره، شكلها المستدير، تنقل الصورة إلى كيف والدها في طفولتها منعها من اللعب بالهيلا هوب اللي هي مثل يعني دائرة حلقة تبرم فيها هي، يعني إنه لا هيدا لعب يعني مش محترم بمجتمع تقليدي. يعني من أول الصور انتقاله بين واقع غريب عجيب الى طفوله فيها الكثير من العنف، تسحب من والدتها وتؤخذ الى زوجة الام التي هي لا تنجب، ثم اغتصابها من قبل عمها والى اخره. يعني فيها عندها هيدا العنف، بس ببراعه سرده لإليف هذا العنف، يعني كيف نقول حولته، لانه نحن لا تعاطف كامل، تعاطف مع كل الكائنات ومع كل الاشخاص اللي حولها. يعني كيف ممكن شخص معنف، انا بظن هيدي السيمة الرئيسيه يعني بالكتاب، كيف ممكن شخص معنف عانى من كل هالشر اللي حواليه ممكن يكون بهالإنسانية العظيمة مثل ليلى تكيلا. فأنا كتير حبيت هالشغلة. يعني إذا أستاذ رنا لا تجد أن الرواية تقليدية بكل أو بأي حال من الأحوال، مع أن أنا قصدت بنية الرواية ولم أقصد أحداثها، لم أقصد أحداثها. حتى الاغتصاب الذي تعرضت له أو بين قوسين ما يسمى بزنا المحارم جاء أيضا في روايتها لقيطة اسطنبول. نعم، لأن إليف شفاق مهجوس بالحديث فعلا وتبني قضايا المهمشين والمغتصبين واللي سمتهم في الرواية الملعونين أو اللي في هامش الحياة، يعني كأنها أرادت أن تكون صوت من لا صوت له في المجتمع التركي. علينا أن ننوه بأن رواية 10 دقائق و38 دقيقة صعدت إلى قائمة الروايات القائمة القصيرة لجائزة المان بوكر العالمية، وصدرت في العام الماضي باللغة الإنجليزية وتلقفتها دار الآداب وترجمتها مباشرة لتظهر باللغة العربية. الآن بالنسبة لي يعني خطوة خطوة، لماذا من صندوق نفايات تتحدث
ليلى، لماذا انتهى بها الأمر أن تكون جثة في حاوية قمامة؟ السؤال موجه لي؟ موجه لزين الشامي. يعني هل أن تنتهي في وهي معروف شو كانت تعمل، هل نهاية ليلى اللي كانت ذات وضعية معينة اللي كانت مومس يعني في حاوية قمامة هذه نهاية طبيعية، ولا هذا تحقير من المهنة أو موقف أخلاقي منها أو ماذا بالضبط؟ أهلا بالجميع. في رأيي هي أبعد ما تكون عن موقف أخلاقي، لأن المعروف عن إليف شفاق هي مدافعتها المستميتة عن كل امرأة مهما كان انتماؤها، مهما كانت مهنتها. غير أن إليف شفاق أعتقد أنها أرادت أن تصور قسوة الواقع وقسوة نظرة المجتمع إلى هؤلاء. لا ننسى أن الرواية انتهت أحداثها سنة 90 و 1900 و 1000، وعندها خرجت النساء في احتجاج كبير على قانون كان يريد المشرع التركي أن يفرضه، وهو ما يتعلق بالاغتصاب. فاعتبر أن من يغتصب في مشروع القانون، يعني من يغتصب عاهرة فلا يعد مغتصبا بين ضفرين مجرما، كما أن من يغتصب امرأة ويتزوجها يسقط عنه أي اتهام، وهذا ما وقف ضده الكثيرون. ثم لا ننسى الأحداث التي عاشتها إسطنبول في التسعينات، في سنة 90، من محاولة إحراق المواخير. فأعتقد بأنها أرادت أن تنقل لنا تلك النظرة الدونية أو ما يتخيله المنطق المحافظ من أن نهاية المومس أو نهاية من يتاجر بالجنس من النساء أن يكون في الحاوية، وأرادت أن تنقل لنا قسوة هذا الواقع. ولكن ما أبدعت فيه في رأيي في بدايتها هو أن كيف من هذا الموت المذل إن شئنا تنبع حياة وتنبع رواية كاملة وشخوص كاملة. وهذا التحدي الذي أرادت إليف شفاق حسب رأيي أن تطرحه في روايتها، يعني هؤلاء الذين يريدون أن يقتلوا، فنحن من هذا القتل، من هذا العنف، من هذه القسوة التي نعامل بها نستطيع أن ننشئ حياة كاملة ونكسب تعاطف الجميع. شكراً أستاذة زينة. في حد ممكن يعلق على هالنقطة؟ أعتقد مقنع الإجابة بالنسبة لكم الرأي، ولا حد عنده رأي آخر؟ هو رأي يعني هو رأي نعم رأي بس أراها وجهة نظر مقنعة، أقصد يعني لا بأس أن يقتنع الإنسان بالرأي. أستاذ علي عبيد، مساء الخير. مساء النور عليكم جميعا. مساء الخيرات يا أستاذ علي. لازلت أتذكر عندما كتبت عن رواية ظل الريح وتحدثت فيها عن أسلوب أو وشبهت الأسلوب الذي اتبعه كارلس زافون بأسلوب الدمية الروسية أو الماتريوشكا. نعم. هل وجدت إليف شفاق تنهج نفس الأسلوب، لأن روايتها عبارة عن يعني قصص في رواية، كيف وجدت الأسلوب هذا؟ ما أدري، أنا الحقيقة أعتقد أغلب الروايات يعني شخصيات تتولد من شخصيات على شكل دوائر يعني مختلفة. أنا هذه الرواية الحقيقة وجدت أنها من النوع السهل الممتنع، أستطيع أن أقول يعني هناك أحداث وأنت تشعر أنه لا توجد هناك أحداث، يعني أحداث تتوالى بسلاسة بدون أن تشعرك بأن هناك حدث، كأن يعني الأحداث تدور في يوم واحد أو في يومين أو ثلاثة أيام، مع أنها كانت تستغرق أزمان مختلفة، يعني من بداية الولادة حتى أو ما قبل الولادة إلى ما بعد الموت. أنا ما أعرف الحقيقة، يمكن الكتاب الأتراك عندهم شغف باستنطاق الموتى. يعني أنا عندما بدأت قراءة الرواية أو هذه الرواية ذكرتني برواية اسمي أحمر،
لأورهان باموك. يعني رواية اسمي أحمر أيضا تبدأ باستنطاق أو باستنطاق ميت، يعني النقاش ظريف أفندي يبدأ الرواية بالحديث من جثة ملقية في جب، وبعد ذلك تتوالى الأحداث. وفي أثناء الرواية أيضا يستنطق موتى آخرين مثل زوج الخالة مثلا بعد أن قتل. لذلك ما أدري يعني هل الكتاب الأتراك يعني شغوفين باستنطاق الموتى، بس هذه أنا حسيت بها كأن هناك تشابه في البدايات بالذات. يعني لما تبدأ الرواية تبدأ بجثة تتحدث عن نفسها تماما كما تبدأ رواية اسمي أحمر، ولو أن طبعا المجالين مختلفين. اسمي أحمر تتحدث عن عالم النقاشين بشكل يعني تفصيلي دقيق جدا، يعني يمكن ما يستمتع بها، يعني يمكن من لا يستمتع أو من لا يعرف فن النقش يمكن ما يجد فيها متعة كثيرة، ولكن هي رواية ممتعة بالتأكيد. يعني كذلك هذه الرواية تبدأ باستنطاق جثة بطلة الرواية، وإن كان مثلاً ظريف أفندي ليس هو بطل الرواية في اسمي أحمر، هناك عدة أبطال يعني يمكن على درجة واحدة من الأهمية في الرواية. ما لفت نظري الحقيقة في هذه الرواية الشخصيات الخمس التي تمحورت حولها يعني الرواية، هم سنان المخرب وحميراء هوليود، جميلة الصومالية، زينب 122، أيضا نوستاليجا نالان. كل يعني خمس شخصيات هي يعني محور الرواية بغض النظر عن الأب والأم والعمة. بعض الروايات بعض الشخصيات الفرعية مثل شخصية الممرض العجوز كميل أفندي كلها لها أدوار محددة، لكن هذه الشخصيات الخمس بالتأكيد هي الشخصيات الرئيسية المحورية. أيضا لفت نظري في الرواية رغم أن يعني أغلب يعني أحداث الرواية تقع في ما يمكن أن نسميه العالم السفلي أو عالم اللي هو حي المومسات في اسطنبول، الشوارع الخلفية للمدينة. نعم، أو الشوارع الخلفية، لكن الرواية تحاول أن لا يعني أستطيع أن أقول أنها أن تظهر جانب مضيء من حياة هذه الشخصيات أو هذا العالم، لكن في النهاية أو في نهاية الرواية أنا أشعر كأن المؤلفة أرادت أن تقول لنا أن الحياة الأخرى أفضل من الحياة التي نعيشها الآن. مثلا بعد أن يلقوا بالجثة في الماء وتبدأ يعني تبدأ بلقاء بطلة الرواية مع سمكة اللي هي سمكة البيتا الزرقاء الصغيرة التي أطلق سراحها في الخور الصغير ببلدة بان يوم ولادة ليلى، يعني ربطت بين الحدثين. في الختام أيضا بعد أن يعني تلقى الجثة في الماء أو في البحر تقول أو تحاول أن تشعرنا المؤلفة بأن كل شيء متوفر حولها، حول ليلى طبعا تقصد، كل شيء عدا الألم، ما من ألم في هذا المكان، صارت حرة أخيرا. كأن الإنسان يتخلص من آلامه بالموت. ما أعرف إذا كانت هذه فلسفة يعني أرادت أن تنقلها إلينا مؤلفة الرواية، لكن هي في النهاية تحتفي بالموت أكثر من احتفائها بالحياة في رأيي. أنا بوقف عند النقطة الأولى أستاذ علي، اللي هي مسألة أن استنطاق الموتى بالنسبة للأتراك. أعتقد أن معظمنا زار اسطنبول، واسطنبول مدينة تاريخية، يعني أنت تتنقل في متحف، وأنت ليست اسطنبول بدءا من كثير من المدن التي يبدو التاريخ فيها واضح بشدة. أنت تتأثر بالتاريخ في مدينة مثل روما، في مدينة مثل اسطنبول، في مدينة، لكن الفرق هي في قضية التعاطي إنسان المدينة هذه كيف يتعاطى مع تاريخه. أنا أعتقد أن الأتراك مهجوسين بتاريخهم وعندهم هذا الهوس باستعادته، والتاريخ هو عبارة عن هؤلاء الموتى الأسلاف الذين غادروا، يعني فهناك هذه الرغبة الماسة به، عظمة هذا التاريخ والرغبة في استعادته. وجهة نظر لا أدري كيف يراها البقية، بس أنا أعتقد أن في هوس بهذا التاريخ، وأعتقد أن
إليف عندها علاقة بمدينة إسطنبول شوية ملتبسة، يعني مدينتها التي لا تختار مكاناً آخر في كل روايتها، مع أنها هي مولودة في أنقرة أعتقد أو عاشت قصدي في أنقرة يعني، لكن بالنسبة لها إسطنبول هي المدينة التي تسميها مثل ما سمتها في الإهداء المدينة الأنثى، المدينة التاريخ، المدينة المعبر إلى أوروبا، المدينة الكوزموبوليتيك، المدينة يعني أعطتها أوصاف كثيرة واختارت المدينة الأنثى. فمدينة إسطنبول مدينة عبارة عن مدن، لكن في النهاية في وسط هذه المدن هناك مدينة واحدة قالت يجب أن تعيش وتنتصر. يعني أنا لاحظت أنها حاولت أن تقسمها إلى القسم الأوروبي والقسم الآسيوي، يعني كأن هناك يعني تمازج بين حضارتين في هذه المدينة. وهي كذلك ايضا مثلا عندما نقلوا جثه ليلى تاكيلا الاصدقاء الخمسه عندما نقلوها من مقبره الغرباء، يعني فكروا في اخذها الى ان يدفنوها مع الاولياء، يعني هنا ايضا مفارقه، يعني ان تكون مثلا جثه مومس ان يفكروا في وضعها مع الاولياء، لكن ربما سيارة الشرطة ما أعطتهم هذه الفرصة فاضطروا، يعني مطاردة الشرطة ما أعطتهم هذه الفرصة فاضطروا إلى إلقاها في البحر في النهاية. يعني لكن هنا أيضا أنا أتصور رسائل أيضا يعني من الكاتبة إلى أن قضية يعني الصلاح والفساد قضية ملتبسة، قضية لا نستطيع نحن أن نفصل فيها يعني في عالمنا الدنيوي أو في حياتنا الدنيا. هناك عدة رسائل الحقيقة حاولت أن ترسلها ليف شفاك في هذه الرواية. بعض شخصيات تحس أنها كأنها طيف عابر، مثلا دكتور علي زوجها يعني مرور يعني أحسسنا به ولم نحس به في الرواية. يعني في هناك مجموعة من الرسائل من خلال هذه الرواية يمكن التركيز أيضا على قضية المثلية، أن نالان مثلا متحولة، الشاب أو الشخص التي كانت ستذهب إليه ليلى تأكيلا في فندق الانتركونتيننتال كان مثلي، يعني عالم خاص، يعني هي ركزت على هذا العالم في رأيي. طبعا هي ركزت على ما سمتهم بالمنبوذين، لأنه هن هول الأشخاص يلي بالنهاية بتلاقي إنسانيتهم واضحة أوضح من غيرهم لأنهم منبوذين، لأنهم عم بيعانوا من هالأشكال. لو تسمح لي دكتور نعلق على مسألة رمي الجثة بالماء، هي كانت رغبة ليلى تكينة، أنه يعني ذكرتها بجملة عابرة وتذكرها أحد أصدقاء. بيستقبل كل انواع كل الافراد تبع المجتمع التركي مهما كانوا. يعني بس نقطة اللي كان بدي اقولها انه مش ما كان رمية في البحر في الماء يعني ما كانت الفكرة في الاساس يعني تقوم على رمية في الماء، كانت الفكرة هي نقلها من مقبرة الغرباء الى مقبرة اخرى مع الاولياء. أنا أعتقد يا أستاذ علي أعتقد هم كانوا يبغون يدفنونها في مقبرة موجودة في بابت، وبابت هذه من يعرف إسطنبول بابك منطقة الأثرياء، ومثل ما نقول إحنا بالبيتاس، يعني هي منطقة راقية جدا في إسطنبول وتطل على البحر مباشرة، يعني كانوا يبغون ينقلون هناك. لا
أدري لماذا، يمكن قريبة أن هاي المنطقة فيها مقبرة أولياء عادي عشان جوزها. نعم علشان عايزين يدفنوها مع جوزها مع دكتور علي. مع دكتور علي. أيوة بس هم ما نجحوش، فزينب طلعت لهم يعني حل الموضوع ان هم يرموها في الماء، بس هم كان الهدف انها تلتقي بجوزها. يعني هي اللي ألقوها لان الشرطه ما خلتهم، ما اعطتهم فرصه يعني. عرضتهم. بالضبط. طيب احد عنده وجهه نظر او رؤيه للروايه يبغى يعرضها قبل لا ندخل في التفاصيل الاخرى؟ تفضلي. تفضلي يا فتحيه. مساء الخير. أنا الحقيقة يعني عندي بعض الملاحظات على الرواية يعني. عفوا فتحية، أستاذة رنا، أستاذ لأنكم بس ضيوفنا، أستاذة فتحية كاتبة وروائية إماراتية في أيضا جعبتها العديد من الروايات. تفضل يا فتحية. بداية أنا صراحة استمتعت وايد بالرواية وعجبتني فعلا يعني، وحسيت إن فيها فائدة كثيرة من خلال الرسائل اللي كانت تمررها إليف من هنا وهناك. الرواية الحقيقة يعني لاحظت أن فيها أجواء كثيرة من روايتها الأولى، روايتها لقيطة إسطنبول، يعني من حيث الثيمة الرئيسية كيف أن هناك البنت اغتصبت من قبل أخيها، وكيف الأحداث تناسلت عن هذه النقطة أو هذه الثيمة، وكيف كانت النتائج، وأيضا هناك كيف البنت اغتصبت من قبل عمها، وكيف كانت الأحداث تتناسل والنتائج التي يعني حولت البنت من إنسانة عادية إلى مومس. الرواية حسيت أن فيها شحنة كبيرة من الغضب من قبل إلي اتفاق على مدينة إسطنبول. يعني أنا حسيت أن هي كأنها عندها قناع لمدينة ملعونة، مدينة مشوهة. أنا ما حسيت أن هي يعني كانت يعني مفتقرة بإسطنبول وأنها تريد أن تسترجع يعني إرث العثمانيين أو شيء من هالقبيل. حسيت كأن عندها قناع عن مدينة ملعونة، هذا القناع ربما ما كان يمثل مدينة إسطنبول ولكنها أسقطتها على هذه المدينة. هذه المدينة الحقيقة أنا زرتها مرات ومرات عديدة وما لقيت فيها هذه الشوارع الخلفية، وما لقيت فيها هذه النقاط اللي تكلمت عنها إليف، لدرجة أني يعني خلت أبطال هذه المدينة مجموعة من المشوهين. يعني أنا أعتبرهم هذيلا مجموعة من المشوهين، سواء كانوا بالنسبة للمومسات عفوا على هالكلام، أو كانوا من كانوا الشخص المتحول جنسيا اللي هو عثمان سمى نفسه نالان. حتى الشخصية الوحيدة من الأصدقاء الخمسة اللي خلتها ملتزمة اللي هي زينب القادمة من بلاد العرب، أعتقد أن هي لبنانية أو تركية. نعم، خلتها هذه الوحيدة الملتزمة أيضا كأنها غيرت رأيها وخلتها مشوهة جسديا، فهي قزمة قزم من الأقزام. حسيت أن عندها شحنة كبيرة من الغضب علينا، وشحنة كبيرة من الغضب على الناس في هذه المدينة، لدرجة أن تبقى تقول شوفوا يعني أبرز الناس في هذه المدينة اللي أنا ممكن أركز عليهم يعني إضاءتي هم مجموعة من الناس المنحرفين. فأنا أعتقد أن يعني حتى أن هي لما وضعت الميتة في داخل حاوية القمامة، أعتقد أن هاي رسالة منها أو أن هذا موقف منها، أن نهاية هذه الإنسانة أكيد يعني وين بتكون غير في هذا المكان. أنا هذا الإحساس اللي حسيت فيه يعني، هذه بشكل عام عن الرواية. لكن بعد أيضا أن هناك نقاط قوة في الرواية، من هذه النقاط أن هي كانت حيادية جدا في شخصياتها، يعني كل الشخصيات اللي مررتها حتى المثلي جنسيا، حتى المومس، حتى يعني أي شخصية مررتها مثل جلال لسانها بلغتها بدون ما تتحرر وبدون ما تقول إن هذه إنسانة مشوهة أو هذا إنسان مشوهة. حتى الملحد اللي هو المتحول جنسياً قدمته مثل ما هو، مع أنه هي إنسانة مسلمة، لكن يعني أخذت تسخر من الدين أن الشخصية تتطلب هذا الشيء، شخصية الملحد اللي هو متحول جنسياً. يعني هاي قوة في الرواية أن هي كانت يعني شخصياتها تقدمها بحيادية وكانت ديمقراطية كثيرا وما تدخلت ولا فرضت سيطرتها ولا علقت ولا شيء، خلت شخصياتهم في جريدتهم مثل ما هم وتركت يعني. أنا أعتبر أن هاي نقطة قوة بالنسبة لها، وأنا حسيت بالغضب اللي عندها ما أدري ليش على هذه المدينة،
وكأنها هي رسمت صورة لمجتمع ملعون أو لمدينة ملعونة وأسقطت على اسطنبول، اللي أنا حسيت إن هي، لأني أنا عارف إن هاي المدينة زرتها كثيرا وأعرف إن هي مدينة جميلة ومدينة يمكن يكون فيها مثل شيء من هذا، لكن ليست بهذا التشويه اللي صورته اللي في شفا. فقط ملاحظة، معلش على الكلام فتحي، فقط ملاحظة طبعاً. فقط إشارة إلى أن أعتقد أنه أليف شفاق لم تقصد البتة أن تصور هؤلاء كمشوهين، بل أتصور أن رسالتها هي العكس تماماً. رسالتها أن أمام ناس عاديين لابد أن ينالوا تعاطفنا، يعني هم ناس حقيقيون. هي حتى في إشارتها إلى المتحول جنسياً هي بيّنت أنها استقت شخصيتها من شخصية حقيقية عايشتها بين الزلزال، فبيّنت أن البائع أو التاجر قدم لها سيجارة وفي حين أنه لا يكلمها في العادة، فلا أعتقد أنها أرادت أن تصور أن هذه المدينة ملعونة لأن من يسكنها هو من المشوهين. هي فقط أرادت أن نقترب من هؤلاء المنبوذين وتبين الوجه الإنساني لهم حتى نتقبلهم في مجتمعات. أيضا في ملاحظة على مسألة المقاربة بين كيف أرى أنا المدينة كسائح وكيف هي المدينة في حقيقتها. إليف شفاق ابنة اسطنبول تعرف، وبعدين إليف يعني عالمة وفيلسوفة ودكتورة ومهتمة وباحثة، ولا يمكن أن تكتب عملاً بهذه الضخامة وبهذه الأهمية ما لم تحفر جيداً في عروق هذه المدينة. فعلت كذلك في لقيطة اسطنبول وفعلت في كثير من رواياته، وأنا أعتقد أن هي ترى ما لا يرى السائح، ترى يرى كل شيء جميل، لأن يذهب إلى الأماكن التي إما أن توصف له من، أو يعني مثل ما يقولون يوصى بها من قبل من ذهبوا سابقا من أهله وأصدقائه وإلى آخره، أو من الكتيبات الاسترشادية أو من بعض المواقع في الإنترنت. وهذه المصادر لا تقول عن تلك المناطق، لا تقول، لا يمكن أن مثلا حد ممكن يكون عارف أن هناك حي بغاء مثلا في المدينة ويقول لك اذهب زورة، إلا إذا كان هذا الإنسان طبعا عارف يقول حق منه ويودي منه طبعا. وبرجع الحين بعد شوي لرنوى، لأن رنوى عندها موقف من هذا الأمر وبنعرضها بعد شوي. فأنا أذكر فتحي في هذا الصدد شيء بسيط، بس ظللت أذهب إلى مدينة ميونخ في ألمانيا يمكن قرابة 20 سنة سنويا، وفي كل ما يقولون لي أوصف مدينة مثل الحلم، إلى أن زارتني مرة صديقة زارتني في المدينة يعني، وقضينا 2-3 أيام. أنا غادرت إلى، رجعت دبي قبلها، وهي ظلت يوم فارق الطيران أو الرحلة. فهي خذت الباص، أنا ما عملت هذا الشيء أبدا، خذت الباص وظلت تدور يوم كامل في المدينة. فلما راحت كلمتني مرة قالت لي لو شفت اللي شفت ما بتصيرين ميونخ مرة ثانية، شفت ميونخ الخلفية، شفت إحياء الفقر، شفت مقالب القمامة، شفت السكارة، شفت الناس الهوملس، يعني الوجه الآخر للمدينة الذي لا يراه السائح، لأن السائح يدفع فلوس مو عشان يشوف مناظر مشوهة، يشوف جمال، يشوف خضرة، يشوف أنهار إلى آخر. على أي حال ما بنستفيد كثيرا، هي وجهة نظر يعني مقدرة يا فتحي سمعناها، لكن فعلا عليها ملاحظات يعني. ممكن لحظة بس وضح مسألة. تفضل يا أستاذ رنا. هي لا تعتبرهم شاذين، انتبهوا، هي تعتبرهم جزء من المجتمع وليس الشخص الذي يسير باتجاه الطبيعي كما نسميه أو الصحيح، هو أقل شذوذا
من هؤلاء التي تصفهم. يعني شوف نحن صارت معنا مسألة هلا. طبعا أنا كوني يعني ناشرة أعمالها صار معنا حادثة، أنا مصرة إنه أذكرها هوني لحتى نفهم وجهة نظرها تماما. وصلنا من وكيلة إليف شفاك منذ بضعة أشهر، وطبعا نحن حطيناها على وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة تقول بأن أحد القراء العرب يقول أن دار الأدب استعملت كلمة شاذ عن المثلي بدل ما أنه تستعمل كلمة مثلي، واستعملت يعني في ترجماتها إلى العربية، واستعملت كلمة منحرف بدل ما تستعمل كلمة مختلف أو متحول. ويعني وهذا الشيء بالنسبة لها مرفوض جدا. ولما رجعنا بمجلس الإدارة بالدار رجعنا هذه الكتب وجدنا أنه مع حق، نحن مستعملين ما يسمى بكلمات politically incorrect. أنا عارف أنه هذا الموضوع حساس، ولكن أنا أفتكر ما فينا ندعي أنه فهمانين إليف شفاك إذا ما فهمنا النقطة عندها. يعني فهيدا فعلا يعني كلمة شاذ، كلمة منحرف، هني كلمات منسميهم politically incorrect لأنه يعبروا عن موقف. لما بتقول شاذ يعني في طريق صحيح وفي طريق خطأ، هي بالنسبة لها لا، الشاذين منن ماشيين بطريق خطأ، منن منحرفين، هما كالأشخاص الطبيعيين مختلفين فقط، مختلفين، في ناس هيك وناس هيك، ما عندها judgment، ما عندها حكم على هؤلاء الأشخاص. وهيدا من غضبها على اسطنبول، انه مش اسطنبول نفسها بتقاليدها وبفكرة المتزمت وإلى آخره، اسطنبول نفسها لا تقبل هذه النماذج، مش النماذج، هذه الأشخاص، هذه النوعية. فهي هون من هون فعلا مثل ما قالت الأستاذة انه في غضب على المدينة، بس في غضب على المدينة بنظرتها التعسفية، بنظرتها المتزمتة، بنظرتها التي تريد أن تقمع الحريات، تكميم الأفواه إلى آخره. فهيدي نقطة، واضطرينا نحن نعتذر للقراء بأنه استعملنا كلمات فعلا ليست بمحايدة أقل ما يقال عنها يعني، بينما إليف شفاك كانت محايدة بهالموضوع. أنا حبيت بس أقول هالنقطة لأنه هيدا بيعبر عن موقف أساسي بجميع روايات إليف شفاك، ولن يمكننا أن نفهمها إلا من هذا المنطلق. أنا أقدر هذا التوضيح أستاذ رنا، وأعتبر أن لما نطل على المحاضرات والفصول التي تدرسها إليف شفاق في معظم دول العالم في الغرب وفي الشرق، نجدها يعني في صلب اهتماماتها دراسات المرأة، الهويات الثقافية، التمييز الجنسي، دراسات الشرق الأوسط، الغرب، الإسلام، الحداثة. يعني هذه الأمور ليست فقط موضوعات دارجة تستخدمها إليف شفاق كثيمات في الرواية وانتهى الأمر. هذه بالنسبة لإليف شفاق يعني عمود فقري في تفكيرها وفي انتمائها لهذا الفكر. يعني هي لأنها تكتب، تريد أن تكتب قصة، فتقوم تستورد مثلا أو تختار ثيمة معينة وتكتب عليها وانتهى الموضوع. هي تؤمن بهذا كله وبعد ذلك تكتب وليس العكس. يعني لا تكتب لأن والله جابت فكرة وصاغت عليها رواية مثل كثيرين. يعني شو الدارج مثلا الحرية الجنسية، يلا نكتب على الحرية الجنسية. الدارج كذا الدفاع عن المثليين، يلا نكتب. هي لا تكتب الدارج، هي تكتب أمور تعتبرها صلب حياتها وتدرسها وتعيش بها وتتحرك بها. ولذلك
أعتقد أن فهمها بهذه الطريقة العميقة والدقيقة يجعلنا يعني نفهم الرواية بشكل أفضل. وأعتقد أن لو كانت تنظر لهم كمشوهين أو كذا ما كانت تبنت قضاياهم أصلاً. يعني القضية واضحة. أعتقد أن عندنا الأستاذة الدكتورة مريم الهاشمي أستاذة الأدب العربي. أستاذة ممكن بس تحدثين عن أكثر من زمن، أعتقد في زمن سرد وفي زمن بس تشوفين الموضوع هذا تطلينا عليه تعطينا فكرة عنه. نعم شكرا أستاذة عيشة، مرحبا بالجميع، مرحبا من الإمارات إلى لبنان وإلى بيروت. كل المشاعر الطيبة لكم. رواية إليف شفق عشر رائق هي رواية ثائرة، قبل أن أتطرق إلى الزمن تحديدا. رواية ثائرة ضد الظلم وضد محاربي الحرية وضد منزوعي الإنسانية. حملت في الرواية تعددا ثقافيا ودينيا وطائفيا، تجد الأرمن فيها واليونان واليهود والمسلمين والروس، لهدف متكرر للروائية في أغلب أعمالها الروائية أنها تحلم بهذا الاندماج الإنساني على الرغم من الاختلاف الفكري والديني والاجتماعي وغيرها التي لا يمكن أن نعتبرها اختلافات تودي للتناحر كما هو الواقع، بل الأصل هو الاندماج والتعايش الحقيقي. إلى جانب حضور القضايا الاجتماعية في روايتها كالجهل، قضية تربية الأبناء، نظرة المجتمع للمرأة، الاغتصاب، قضايا سياسية كالعصيان السياسي، الحروب الأهلية، زواج القاصرات، العنف الديني، مع كذلك ما يشغلها من قضايا إنسانية واجتماعية ووطنية. هي دائما تكتب عن اسطنبول، المدينة التي تصفها بأنها مدينة تسحق ولا ترحم. في الرواية نجد صفة الخلفية المعرفية الحاضرة عند الكاتبة في هذه الرواية وغيرها من أعمال أخرى، سواء روايات تم مناقشتها في هذا الصالون القرائي. وهذا يتعين الإلماح إلى بعض تجلياتها، وهو حضور الفعل القرائي، وهو شيء طبيعي وحقيقة لكل كاتب موسوعي أن يكون قارئاً موسوعياً. فنجدها موسوعية القراءة، نجد في هذه الرواية الطب، السياسة، علم النفس، الفلسفة، الدين، التاريخ وإلى آخره. ومن هذه الموسوعية نجحت في أن تسلط على القيم الإنسانية وهو الهدف الأساسي لها في العملية الكتابية. هذه القيم الإنسانية ذات العلاقة الفعلية بالشرط الثقافي لبيئة تنتمي إليها، لمجتمع، لمشكلة النظام الاجتماعي والوجودي. كما ذكرنا أنها كاتبة ثورية في كتاباتها، والقلم الثوري والرفض لما هو بعيد عن الإنسانية لا يكترث ولا يولي اهتماماً ولا يكترث بالأعراف الثقافية، وهو واضح وجلي من خلال شخصية الروائية، ولكم الاطلاع على مقابلاتها المتلفزة وجلساتها النقاشية. عشر دقائق، رواية اتضت بقضايا اجتماعية وإنسانية وسياسية ونفسية ورمزية، جعلت الدم يغلي حقيقة في رأسي وأبكتني في ذات الوقت كمشهد في فصل البطيخ الأحمر، لأنها استطاعت أن تصور لنا صورة تجريدية لوجه الواقع القبيح، وجعلتني أثق تماماً بأنها رواية اجتماعية. وهنا أوافق مع من ذهب بأنها رواية كانت أقل من رواياتها السابقة، وهذا ما أوحته لنا من خلال الأحداث في بداية الرواية، وتوقعت بأن الرواية سوف تنتهي بمجرد هروب البطلة ومن ثم نهايتها في صندوق الغرام. ولكن تفاجأت
بأن الرواية استمرت بعد موت البطلة وانتقلت البطولة لمن شاركوها في الأحداث الروائية في العمل والمسكن. وتساءلت هل كانت أحداث المقبرة وتغيير القبر ثم رميها في الماء وغيرها ضرورية في هذه الرواية، لأصل إلى أن رواية 10 دقائق هي رواية فكرة، فكرة يتيمة، وهي فكرة الموت كما ذكر الأستاذ علي. وللموت أبعاد كثيرة، ومن هذه الأبعاد نجد تلك اللمحة الصوفية كما ذكرت الأستاذ عيشي كذلك. وأنا لم أقرأ للكاتبة حقيقة أعمالها المقالية أو البحث عن الصوفية، ولكن من خلال ما قرأت من أعمالها الروائية وجدت فيها تلك اللمحة الصوفية. فلا نجد عملا من أعمالها خلا من لفظة صوفي أو درويش أو صفة من صفاتهم، وهي ليست تلك الصوفية التي يعرفها عامة الناس والتي نعرفها نحن، وإنما النوع الذي تعرفه هي، ممكن أن نطلق عليه التصوف العلماني إن صح التعبير. وأكاد أجزم هنا بتأثرها الكبير بهم، بما أنها كما ذكرنا موسوعية القراءة، ويكون ممن تأثرت بهم الثائر الصوفي بدر الدين بن قاضي الذي أصبح نتيجة عدد من المصادفات المصيرية، ولكم في دار النشر أن تسألوها عن هذه المعلومة، عدد من المصادفات المصيرية قائدا للثورة الأناضولية ضد السلطة المركزية العثمانية. هنا في هذه الرواية تحديدا السبب الذي جعلني أجزم بذلك هو حضور فكرة الموت. إذن الرواية هي رواية فكرة، لا رواية شخص ولا زمن ولا أحداث، وإنما طوعت كل التقنيات الروائية لأجل هذه الفكرة. الموت موضوع قوي الشخصية عند المتصوفة، وكذلك قضايا الاجتماعية بدافع الحب، ويتعلق الأمر في الصوفية بتجاوز أن هؤلاء المتصوفة معرضين للخطر باعتبارهم خارجين عن القانون، كما هو حال الكاتبة وما نالته من قضايا واتهامات تمس الذات العثمانية أو التركية كما كانت تقول تلك الادعاءات. شكرا لكم. شكرا يا دكتورة، شكرا، شكرا جزيلا. رنوة. لا أعتقد أنت عندك موقف من الرواية. ما يعني لازم يكون في موقف من أي كتاب نقرأه. أيه. أتوقع. لأن لازم. أكيد. يعني شكرا. أنا حطيت نوت وإحنا نتحكى عشان أكون يعني. أول شيء المكان اللي بدأت منه الرواية، اعتراف أول شيء قبل ما بدي إن أنا لم أنتهي منها بعد، بس أنا قرأت أكثر من نصفها يعني، سو أنا آسفة جدا، بس حطيت نوتس من اللي قريته ومن اللي أقدر أبني عليه. ما عليك، إحنا نعذر لأن رنوة عندها دراسات في هولندا وكانت تمتحن وتذاكر وما كان عندها وقت. يلا أعطيناك العذر. طيب أول شيء المكان اللي بدأت منه اللي هي سلة حاوية القمامة، الله يسكم، هي تقول لنا أنا بلتقط قصص من حاوية القمامة من حيث لا يلتفت أحد، فكل الشخصيات اللي بتيجي mostly هي من حيث لا يلتفت أحد. يعني إحنا ما تكلم تكلمنا عن المنبوذين والهامشيين والمهملين والمرميين في الزبل، فهي بدايتها هذه، بداية أن تلتقط بطلتها الرئيسية من حاوية القمامة، فهي إشارة رئيسية إحنا كل اللي جاي دي من وين بيجي، من حيث لا يعير أحد، ما في أحد منا يروح يدور شنو فيه في القمامة، موستلي لا طبعاً يعني. طيب الزمن، أنا انطباعي المتواضع إنه أهم شيء في هذه الرواية هي لعبة الزمن. اسم الرواية اللي هو أصلاً عبارة عن زمن 10 دقائق و38 إذا غلطت في الإعراب غريبة.
31 ثانيه اوكي. اهم شيء في هذه الروايه هي قدره إليف شفاق على تمطيط الزمن، يعني هي في 10 دقائق مططت الزمن الى ابعد ما يمكن ان تتخيلي. وليس هذا بس، في تقنياتها اثناء الكتابه كانت تعجن الزمن في شيء الاطفال يلعبون فيه، ماده كذي هلاميه تعرفونها اللي يسوي ايه، هي تعاملت مع هذا مع الزمن بهذه الطريقه. وبعدين انت مره تجيب يعني هذه التقنية اللي هي استخدمتها في أثناء العمل تقول لك أنه أبرع ما في هذا العمل في تقدير المتواضع والبسيط جدا هو الزمن من حيث تعاملها معه. وهذه اللي أقدر أسميه مش تقليدي، يعني يعني لما تكلمت دكتورة رنا أن هذه الرواية مش تقليدية، أنا أتخيل أن تقنيتها في التعامل مع السرد والتعامل مع الزمن واستعادة الوقت والذهاب والجيئة ولا هذا ليس تقليديا. لا صحيح. هذه إن جنرال الانطباع. وطبعاً طبعاً طبعاً هي لم هي هي أوكي، هذا عموماً بشكل عام. الأشياء اللي أنا عندي ملاحظة، يعني أنا كاتبة مغمورة جداً أوكي، وأنا وايد أستحي أعطي ملاحظات على إليف شفاق لكن اعتبروني قارئة مغمورة أكثر فمش مشكلة بقى، ما حدش حي ما حد يعرف. بس كلنا ما نعطي ملاحظات يا رنوى على إليف شفاق أبداً. يلا نعطي يعني نعطي احنا نسولف على الرواية بس يعني تمت ريسيبي، يعني خلطة ها ingredients مكونات تجدينها متكررة عند الكتاب العالميين اللي لهم أصول شرقية. ليش أنا ما أعرف، يعني احنا كنا نناقش من فتره كتاب خالد الحسيني الف شمس مشرقه او الف شمس ساطعه، نفس الريسبي نفس الخلطه اوكي، ذكوره تمييز ضد المراه، تخلف اجتماعي، تحولات سياسيه تؤدي الى الى مش عارف مشاكل طفله، مش عارف اعتداء جنسي، نفس الخلطه مع شويه استشراق ظريف ها، يعني أشياء حلوة من الشرق الأجانب يحبونها يحبون يقرونها. وتفضل. أنا لا أريد أن أكون قاسية يعني أو لكن أنا كثير حبيت قواعد العشق الأربعة، كثير حبيتها، لكن تكرار هذه الخلطة تشعرني أحياناً أنه الإديترز مش الكتاب، أحياناً ها أنه الإديترز العالميين وراء هؤلاء الكتاب they push them in a way، بيدفعوهم أحياناً لوضع هذه البهارات في الأعمال لأن this is what sells، هذا ما يبيع. سامحوني ها أنا يعني أي الشيء الأخير واللي لاحظته في الكتابين، دكتورة رنا زعلت مني ولا لا؟ أبداً كيفنا نزعل منك وانت مؤلفتنا رنوى؟ انا بنتكم وفي شيء في الطريق كلنا شوق حبيبتي. الشيء الاخير هو ما اعرف اذا نسيته ولا ليه موجود، طبعا ديفينتلي اول شيء انا اشكر دار الادب فعلا على الموقف الجريء، انا شفت التوضيح بخصوص الـ 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 الشاذ والمثلي وانا يعني شكرا على هذا الموقف التقدمي في قضيه اشكاليه في عالمنا العربي اشكاليه. القضايا التي تؤمن بها إليف شفاق حاضره بقوه في اعمالها اوكي، فمثل ما احنا نشكرها ونحييه إن هي ما حطت وصايا أخلاقية على شخوصها، فأنا أتمنى منها أحياناً أن تكون أقل توجيهية في النصوص. يعني أنا مش لازم أقرأ 20 قضية أو أقرأ 20 لمحة عن 20 قضية في نص واحد، أقليات ومرأة وده أحياناً أشعر بواقع قلمها في العمل. أنا طولت أنا آسفة. لا كملي
هذه ساعات يكون كثير. يعني أنت أسردي القصة بس مش لازم أشعر أن كل ما تلقينه من أشياء في المحاضرات أو من قيم هو حاضر ومتمثل و... وإن بذكاء طبعاً هي عندها صنعة حريفة يعني صنعة عندها صنعة، لكن أحياناً يكون نص مثقل. هذه اللي بقولها وشكراً. يعني شو الجملة الأخيرة اللي قلتيها رنا؟ أحياناً النص يثقل ب- 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 بأخلاقياتها اللي هي تبي توصلها. أي والله شكرا. خلصتي يا رنا ولا؟ والله انه تهديني لباكر اتحكي بس انا خلصت. اوكي برجع لك مره ثانيه، برجع لك. استاذ نادر عندك ملاحظه؟ مرحبا لكم جميعا وشكرا لهذا الاختيار. الحقيقه في شكر وتقدير لدار النشر. اولا الترجمه العربيه كانت اللغه جميله جدا وكأنها مكتوبة باللغة العربية وليست مترجمة. الملاحظة الثانية كمان الشكر للتوضيح أو الاعتذار من موضوع الشواذ والترجمة بالاختيار الكلمات. نحن المعروف عنا في الدول العربية والإسلامية ننظر إلى المثليين أنهم شواذ، ولكن في الدول الغربية لهم حقوقهم كمثليين وأن طبيعيين إلى آخره. بالنسبة للرواية، البداية ببرميل النفايات وهو دليل على أن نهاية المومس أن تكون هذا مكان في نهاية عمره، أن تكون في برميل النفايات، ولكن رمية في النهاية في الماء أيضا يدل على أنها كغسل للعار اللي مرت فيه. التسلسل الموجود والمشاهد الموجودة فيها وانتقالها وأنها ظهرت هي عمتها أمة طبيعية اللي كانوا يقولوا عنها كلها هذه مجنونة وليست أمها اللي كانت عايشة معها. الموضوع المومس بحد ذاته كطرح رجعت بالذاكرة بالسبعينات، كان في بيروت مجلة عملت تحقيق عن المومسات في بيروت وذكروا كيف صاروا مومسات وشو حياتهم اليومية وأعمال الإنسانية. الحقيقة ظهرت بأن الأعمال الإنسانية لهؤلاء أو للمومسات كانوا رعاية أيتام وتكفل بيوت من الفقراء، وهم في حالة برأي الآخرين أنهم منبوذين، ولكن أعمال الاجتماعية كانت في خطوة حضارية وراقية جداً بيستحق عليها التقدير. لكن ظروف المعيشية وكلهم أجمعوا على أنه الآخرين اللي أوصلون إلى مهمة عمل المومس، والمومس أصبحت منبوذة في المجتمع ولكن لها نظرة تانية إذا ننظر إلى الأفعال الإيجابية وتكفل الأيتام ودفع الأموال للمحتاجين. بالنهاية كانت المؤلفة تريد أن تعيد لهؤلاء إنسانيتهم، أن هؤلاء المثليين أو المومس هي إنسانة وهذاك إنسان ولكل حقه في المجتمع. شكرا لكم. شكرا يا نادر، شكرا جزيلا. أستاذ عايشن أحمد، أهلا يا أحمد. السلام عليكم جميعا، أشكركم صراحة على هذه الندوة المقيمة من قبل ندوة الثقافة والفنون، وأشكر على رأسهم الأستاذة رنا صاحبة الدار، وأشكر المحرر كذلك. رواية صراحة أنا أول مرة أقرأ للأستاذة أليف شفق، رواية جميلة تحدثت عن عدة أمور وقضايا مجتمعية، لكن اللي جذبني في الرواية اللي هي التفاصيل، التركيز على التفاصيل. على سبيل المثال في بداية الرواية ذكرت الكاتبة التفاصيل من ناحية العادات والتقاليد اللي موجودة في المدن التركية اللي هي تكون دائما شرق مدينة فان على سبيل المثال، منها يعني عادات الحمل اللي ذكرتها بينار والدة ليلى.
وايضا التفاصيل اللي كانت اروع من نون واجي، وايضا التفاصيل اللي ذكرتها من ناحيه حاسه الشم والتذوق، في هذه كانت جدا واضحه في بدايه الروايه. لكن اللي لفت نظري اللي هو الاصدقاء الخمسه، الصراحه انا بالنسبه لي استنتجت ان الاصدقاء الخمسه هم شكل من اشكال العنصريه اللي يواجهها يعني المجتمع، قصدي الافراد اللي هم مثلا المتمثلين في الاصدقاء الخمسه. على سبيل المثال يعني اذا اخذنا زينب 122 اللي هي قصيره القامه، هذه الفئه يواجهون عنصريه وتنمر. البشر السمراء اللي كانت متمثله في جميله، هذه بعد يواجهون عنصريه. الهويه الجنسيه او ضياع الهويه الجنسيه وهذه كلها ايضا بعد يواجهون عنصريه، خاصه في الغرب. يعني على سبيل المثال اللي هم تمثل في عثمان او نالان، وكذلك يعني مثلا سنان اللي كان يتمثل في ضعف الشخصيه، هذا ايضا يعني يواجه عنصريه وتنمر. والشيء الاخر ايضا اللي ذكرت الروايه اللي هو أو ركزت عليه الروايه اللي هو دور الصداقه بشكل كبير، واهمها اللي هي خصله الوفاء اللي انا لاحظتها في الروايه، بينت اكثر شيء من خلال الجزء الاخير من الروايه يوم كانوا الاصدقاء الخمسه يعني يبون يدفنون او اعاده دفن ليلى عند زوجها دكتور علي، لكن اخر شيء دفنوها او فروها في البحر. وايضا الروايه يعني ركزت شيء على شيء ثاني اللي هي احياء للقصص المنسيه للشخصيات المنسيه او المنبوذه او المهمشين في المجتمع اللي ذكرته أليف شفر. واهم يعني اكثر جمله اللي هي يعني جت في بالي اللي هي ان الماء يعني ان اسره الماء او الماء قد يكون اكثر كثافه من الدم. هذه اكثر شيء يعني لفتت نظري الصراحه، وشكرا. سوري انا اسفه. انا برجع، شكرا يا احمد، برجع فعلا ان فيه جمل وفي ايضا افكار ممكن ان يكون كل واحد منا استوقفت فكره او فقره او كلمه او فلسفه معينه جاءت في الروايه. لكن بروح لنسرين واسمع رايها، او امينه، ايهما تبدا اولا، امينه عبد المجيد او نسرين؟ لان اعتقد ان نسرين كانت متحمسه كثير للروايه بشكل يعني كبير جدا، فأكيد في وجهة نظر أو رأي حول العمل أو ما يحمله من أفكار. تفضلي يا نسرين. أستاذ عيشة، مرسي طبعا على القراءات، كلكم قلتوا كل اللي أنا كتبته، يعني أستاذة مريم قالت كل النقط اللي أنا كنت قايلاها، ورنوة بس هقراها، يعني هقرا اللي أنا كتبته. أرجوك اقرأي. هي بالنسبة لي طبعا متحمسة ليها جدا جدا، فهي رواية لا تنسى، عملاً عبقرياً مليء بالصدق العاطفي والإنساني والوعي السياسي. فالكتاب يحتوي على أكثر من فكرة، أولهم عامل الوقت، فقد اختصرت أليف قصص حياة في 10 دقائق، منها تاني العنف ضد النساء والتمييز والبؤس المطلق للمتحولين والبسليين، والهجرة وعدم المساواة الاجتماعية والفساد ووحشية الشرطة والاضطرابات السياسية وجرائم ضد عاملات الجنس، وأخيراً والأهم الصداقة. فالأصدقاء في هذه الرواية هم العائلة التي يختارها الإنسان وليس العائلة التي ولدت لها، فليلى لم يكن لها أحداً غيرهم، فهم عائلتها الحقيقية. أكثر شيء لمسته في الرواية طريقة شرحها لأحاسيس كل شخصية لديها اهتمام كبير جدا بالتفاصيل، فهي تغوص في أغوار الشخصيات، فهي تكتب بعمق عن النساء المقهورات والمشردين والمختلفين، وتجعلنا لا نحكم عليهم بالظاهر ولا نتجاهل مشاعرهم.
النهاية كانت رأيها تعبر عن الحرية والخلاص من قيود الظلم. فقد استطاع، وحاجة تانية كمان لاحظتها أنه هو تفنيد تأويل النصوص الدينية بطريقة مختلفة. أعتقد أنها استطاعت أن تتحرر من عباءة الصوفية ولجأت إلى شوية من الليبرالية، أو أن هي يعني يعني خرجت من عباءة الصوفية خالص. وأكثر ما عجبني هو وضع صفات أو رموز للشخصيات مثل زينب 122 أو نستولوجيا نالان، فلكي تعطينا نبذة عن الشخصيات. ده كان يعني ده كان تعليقي أو تحليلي للرواية. حلو. فكرة الخروج أو محاولة إن إحنا نكسر الصورة النمطية للأشخاص أو الفكرة عن الأشخاص لأنهم كذا فلازم بيكونون 1 2 3. إحنا من فترة ناقشنا لو تتذكرون فيلم جرين بوك، الكتاب الأخضر، اللي يتكلم عن العازف البيانو الأسود وسائقه الأمريكي الأبيض، الفكرة معكوسة. وكيف ان الصوره النمطيه ان لو طالما هو اسود فلازم يكون 1 2 3 4، وطالما هو ابيض لازم يكون بعد 1 2 3. الفيلم حاول يقولنا ان لا، ان الاسود اللي احنا نعتبره الفقير الذي لا يعرف اصول اللباقه، لا يعرف اصول الاتيكيت، هو في الرحله اللي كان يعلم الامريكي الابيض كيف ياكل وكيف ما يرمي الأكل على الأرض وكيف ما يمد إيده ويأخذ شيء مش حقه وإلى آخره. كسر الصورة النمطية الآن اللي هي افتارت على جنسها وتحولت إلى آخره، سننظر لها أنها يعني شخص سيء وإلى آخره، في حين أنها كانت من الوفاء ومن حفظ الجميل إلى درجة أنها غامرت مغامرة يعني غير محسوبة النتائج عشان تحفر، وتحفر قبرين، يعني حفر قبر ليس مسألة سهلة، يعني عشان تطلع صديقتها من هذا المكان اللي هي تعرف أنها لا تستحقه وتوديها إلى مكان هي تعتقد أنها تستحقه. كسر الصورة النمطية، هي كسرت الصورة النمطية عن كل الشخصيات الخمسة. شكراً يا نسرين، شكراً على الإضاءة. الأستاذة تتفايقة، عندك ملاحظة بتقولي لنا إياها؟ الصوت يا ليلى، الصوت يا أستاذة فيا، افتحي لها الصوت إذا تقدرين ليلى، من عندها هي، أنا بحاول أفتح. أيوة من خلينا نسمعك من أول يا ست فايقة. كنت أسلم مساء الخير على الجميع. مساء الورد. الله يحفظك. والرواية يعني رواية أنا عجبتني جداً وما شاء الله غطيتوها، بس أنا أكثر شيء عجبني بالموضوع الاسم. العنوان الرواية يعني الحقيقة ضاف لي معلومة، يعني أنا ما كنت أعرف إنه الشخص يعني من يتوفى الأول 10 دقائق و38 ثانية يظل فكرة دماغه شغال، واستعرضت حياتها كلها، يعني هذه يعني تعتبر فد يعني رواية يعني جدا different، هي مختلفة. شكرا استاذتنا، شكرا ست فايقة، شكرا فتحية. عندنا سؤال تبغى توجهه للاستاذ حسام باعتباره محرر النص، تفضل يا فتحية. مساء الخير أستاذ حسام. أستاذ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بغيت أعرف يعني الحين مفردة المحرر عندنا في الأدب مثلا في الأدب الغربي
مفردة المحرر، مفردة ضرورية موجودة جنبا إلى جنب مع مفردة المؤلف، يعني المحرر مع المؤلف لابد أن يكونون جنبا إلى جنب موجودين، حتى نشوف أن كثير من الأعمال اللي نقرأها فيها شكر من المؤلف للمحرر. أنا أبغي أعرف يعني إلى أي مدى مفردة المحرر موجودة في العالم العربي، يعني في الأدب والإبداع العربي، وإذا كان له حضور إلى أي درجة يتدخل في النصوص، يعني هل تدخله مثلا ممكن يحذف أجزاء، ممكن يضيف أجزاء، ممكن يتدخل في الصياغة، ممكن يكتفي فقط بالتدقيق النحوي والإملائي؟ بغيت أعرف شو يسوي المحرر. يعني أنت شو كان دورك يعني لما أخذت النص من عند ليلى من عند إليف، شو أضفت له، شو كان طبعاً. دورك؟ شكرا. هلأ في في مسألة العلاقة بالفعل مثل ما تفضلتي حضرتك بمقارنة المحرر الغربي والمحرر العربي، يعني حتى لما نكون عم نتعاطى مع الأدب وفي تعريف مختلف، ولما نكون عم نتعاطى حتى مع الكتب الأكاديمية في تحرير مختلف، يعني فينا نستخدم كلمة editor، فينا نستخدم كلمة reviser، فينا نستخدم كلمة proof reader كمدقق لغوي، كمراجع، كريفيور أساساً. هلأ اللي صار برواية أليف شفق مثلاً، أنا كحسام موصلي أنا عشت في إسطنبول 3 سنوات ونصف، وعشت إسطنبول بتفاصيلها. هلأ عم بسمع يعني في إلي علاقة بالنص، في إلي علاقة شخصية فيه لأنه أنا مطلع عليه. يمكن الأستاذ الدكتور درويش، أنا ما بعرف إذا هو حضرته سافر على إسطنبول أو لا من قبل، لكن في تفاصيل معينة بالسياق التاريخي للعمل بحاجة شخص يكون عايش بهاي المدينة وهو قادر على، يعني في علاقات مع أشخاص من تركيا نفسهم، مع أصدقاء لنا في الشارع، مع مشاهدات الكاتب والمترجم نفسه. هلأ فيما يتعلق بالتحرير، يعني أنا كنت عم اشتغلت على تدقيق الترجمة العربية، اشتغلت على مراجعة النص الإنجليزي في الأصل يعني، وخصوصا أنه الكاتب يعني اشتغلت روايتها باللغة الإنجليزية، النص الأصلي هو بالإنجليزية وليس بالتركية. فكان في وكان دائما في هذا الحوار بيني وبين الأستاذ رنا بصدد استخدام مفردات معينة بسياقها التاريخي، يعني مثل ما كان تفضلوا الأنسات والسيدات من قبل بالإشارة لمسائل political correctness and incorrectness، بمعنى أنه في سياق تاريخي يحتم على المحرر والمترجم متابعة سياق استخدام الكلمة. يعني معنى الكلمة نفسه لما نكون نحن عم نستخدم كلمة، خصوصا كنا عم نحكي عن المثلية قبل شوي مثلا، لما يتعلق المسألة بالمثلية هي بحاجة تدقيق للسياق التاريخي للاستخدام، بالإضافة إلى فهم الكاتبة نفسها وما ترمي إليه، وفهم الشخصية اللي عم تتناول هذه الكلمة. يعني قد يستخدم شخص هذه الكلمة ككلمة شاذ، وعلينا كأمانة في الترجمة نقلها ككلمة شاذ، وعلينا في 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 شق آخر من العمل استخدام كلمة مثلي لأنها تعبر عن لسان شخصية معينة. فهي كانت أيضا من مهام التحرير، ويعني إيه اشتغلنا والله الحمد لله عليها شغل طويل الرواية، وأنا سعيد والله جدا بالآراء اللي عم بسمعها من حضرتك من الأستاذ سيدات والأساتذة، لأن يعني هذا الصوت اللي وصل هو صوت إليف بالعربية، وهو إذا هذا هو الأثر اللي تركه في لدينا جميعا يعني، فوالله الحمد لله احنا يعني إذا وفقنا في هذا العمل. أتمنى أن أكون حاولت أجيب يعني قدر الإمكان. شكرا أستاذ حسام. أستاذ عشر عندي سؤال. طيب في حد قدم أحمد بالسؤال قبلك؟ بتسمح لي بس شوي لو سمحت. أستاذة زينة تبغى تتوجه بسؤال للأستاذة الدكتورة رنا الناشرة، تفضلي. تفضلي رنا. شكرا. شكرا. أستاذة رنا كنت حابة أسألك، هي في الحقيقة مجموعة أسئلة لكن سأكتفي ببعضها. أولا، ما المقاييس التي تعتمدينها أو تعتمدونها في
في دار الأدب لاختيار رواية هذه تنشر، هذه ننشرها، هذه لا ننشرها، أو نترجمها أو لا نترجمها، هذا أولا. ثم هل تأثر الكتاب الورقي بمسألة قبلها بمسألة التكنولوجيا والقرصنة التي تقع، وبمسألة الكورونا؟ يعني كيف يقاوم اليوم الناشر العربي، ونحن يقال عنا مجتمع لا نقرأ، كيف يقاوم الناشر العربي ودار النشر؟ هي صحيح لها بعد ثقافي وكذا، ولكن هي بالأساس تجارة، يعني لابد أن لا يكون الناشر خاسرا. فكيف تقاومون كدار نشر معروفة، دار الأدب، كيف تقاومون بين ظفرين هذا الكساد في الكتاب الورقي اليوم؟ هل من حلول بديلة أنتم لم يعني في غياب المعارض، في انحسار عدد القراء، في بعض البلدان تشكو حقيقة من صعوبة الوصول إلى الكتاب الورقي، سواء لأن السعر كان غاليا، سواء عدم استقرار هذه البلدان، أو انحسار عدد المكتبات العمومية؟ فكيف تتعاطون مع هذه المسألة التي تعد فعلا شائكة بالنسبة إليكم، وما مقاييسكم؟ معلش سوري زينة، أول شيء زينة دخلتنا في مسار آخر يا أستاذ رنا، يعني طلعنا معلش سوري يا زينة، طلعنا برا الرواية تماما، رحنا البلكونة وقفنا. فحين على شرفة عندي مدخلة أستاذ عيشة، نعم عند أحب أعمل مدخلة. طيب لحظة لو سمحتي يا عبير، لحظة، نحن حين أولا حياك الله، يعني بس أعطينا شوية فرصة خلينا نشوف السؤال هذا. أستاذة رنا، في سؤالين متعلقين بمقاييس النشر وبالكساد، إذا عند تبعين تجاوبين عليهم فضلا. هي لا على السريع، لأنه فعلا هيدول جوهر النشر فبياخذوا وقت. لدى دار الأدب لجنة قراءة فيها ثلاث أعضاء، عادة بما أنه تهتم خاصة بالرواية، فيها ناقد أكاديمي للأعمال السردية، فيها روائي دائما يعني نختاره، وفيها قارئ متنور، وهولي هالثلاث أفراد. أنا قارئ شو؟ متنور. متنور، متنور ومطلع، يعني مش قارئ عادي، ولكن ليس هو أكاديمي. هذا القارئ يلي المتنور، يلي نسميه متنور، هو قارئ كبير، ولكنه عنده نظرة بكيف الجمهور يستقبل العمل، وهي ورأيه بأهمية الناقد الأكاديمي بالنسبة ل اعتماد العدم أو عدم العمل أو عدم اعتماده بالنشر. ولازم ثلاث أطراف يكون فيهم موافقة، طرف واحد إذا له حق الفيتو، يعني لازم ثلاث موافقات. أي واحد من الثلاثة موافق على نشر العمل يعني نتوقف عن نشره. وطبعا في النظرة الأخيرة لإلي، يعني هيدي يعني أنا الطرف إذا بدكن الرابع، وإلي حق كمان الفيتو فيه، صاحبك الكلمة الأخيرة يعني. لا، إلي حق الفيتو، يعني إذا ما عجبني وثلاثة عجبهم، أنا يعني كيف بدي أقولك، بنسحب وبنشر العمل، حتى ما نكون لا، وإلا شو فايدة لجنة القراءة يعني؟ هيدي هي بس. طبعاً بحد ذاته أن نحن نختار هاللجنة، فيها طبعاً فيها انحياز لشيء. مثلاً أنا لن أختار في لجنة القراءة تبعي دار الأدب أشخاص مثلاً متزمتين، لنقول دينياً أو اجتماعياً، لن أختار حداً يعني لا يدافع عن العدالة، عن القضايا الجوهرية السياسية والفكرية بمجتمعنا، يعني فيها يعني أوريدي فيها انحياز معين، ولكن
بما انه ثلاثه حيقرروا فبتعطيني نوع من الديمقراطيه. يعني نحن ندعي انه لجنه القراءه هي عمل هي لديمقراطيه النشر لدينا، بينما بالسابق على ايام والدي الله يرحمه كان هو من يبت بهذا الامر، يعني هو الشخص الوحيد. يعني عندما دخلت في دار الاداب عام 1986 بعد ما رجعت من نيويورك، انا اقترحت لي ديمقراطيه لمعالجه هالموضوع هيدا. الشغله الثانيه، يعني هلا بدي امرق بسرعه على مساله ثانيه بالنسبه للكتب يلي المترجمه، أبظن انه انا يلي بقرر، انا الوحيده يلي بقرر فيها. بقرا كثير اعمال عالميه وبقرر شو بدي اختار. كمان من منطلق معين يلي هو انه نسمع اصوات مختلفه لحتى يكون عنا نظره شامله لحضارات مختلفه، تنوع ثقافي. يعني الترجمه هي جسر، بدنا نذكر هي جسر لحتى نتواصل كلنا كاشخاص وكناس. وطبعا من حزين للاعمال المبدعه يلي بتركز على القضايا نفسها يلي نحن يلي عند الروائي العربي الكاتب العربي يلي هي العداله، التنور، الانفتاح، التقبل الاخر، دفاع عن الحريه، حريه الارض، حريه الراي، وكل هالقضايا هيدي المهمه. بالنسبه لوضعنا كناشرين الان هو وضع لا يحسد عليه بصراحة. إلغاء الشبه الكامل للمعارض يعني قطع رزق مهم بالنسبة للناشر. التفشي وباء، مش كورونا، وباء القرصنة الإلكترونية كارثة بالنسبة لنا. نبذل جميع جهودنا لمحاربة هالشيء. عندنا مؤسسات شركات ندفع لهم لملاحقة المقرصنين، بس مع الوعي التام أنه كأفراد لا نستطيع القيام بذلك وحدنا. يعني مثلا وقت اللي صار في قرصنة لأعمال فرنسية، إجت الحكومة الفرنسية بفرنسا، وزارة الثقافة والحكومة الفرنسية رفعوا دعوة على جوجل، لأنه جوجل هي أداة بحث يعني، فرفعوا دعوة وربحوها وغرموا جوجل ملايين وملايين الدولارات. نحن من يقف معنا في هذا الموضوع؟ ولا حكومة تبنت عربية تبنت هذا، لأنه عندنا مشاكل تانية طبعاً أضخم بكتير من هيدي يعني للأسف. وفي جهل وفي عدم احترام للملكية الفكرية، يعني وفي من يعتقد أنه شاطر، هو شاطر وهو احتال وبذكاء أنه قرأ البي دي اف من غير ما يدفع فلوس لا للمؤلف ولا للناشر. ومعنا الحس المدني يلي حيقله لهالقارئ يلي عم يعمل هيك انه هذه ستكون خسارة في النهاية لك انت، لانه اذا دار النشر ما استطاعت تستمر لن يكون هناك آلية ثانية لنقل صوت الكاتب الى القارئ. نحن صلة الوصل بين القارئ والكاتب، واذا نحن يعني ما قدرنا كمؤسسة تجارية نستمر بالعمل، فإذا الإبداع هو الخاسر الأكبر بالمسألة. عملية الإبداع هي الخاسر الأكبر. فهي طبعا بدها وعي، بدها حملات توعية، بدها تربية من الصغر، من مؤسسات تربوية، من حكومات عم تشتغل معنا، من أهل عم بيشرحوا لأولادهم ليش في خطأ بقصة قراءة الفي دي اف يلي ما عنده غير شرعي.
يعني كل هذه المسائل، وبالطبع نحن للأسف ما عنا إياها أبداً الحس المدني أيضاً. بس مع وباء كورونا الأسوأ، الوضع أسوأ وأسوأ وأسوأ، وانتشرت القرصنة والكتب المزورة بحجة أنه الحدود مسكرة مغلقة بين الدول، فإذاً يمكننا أن نطبع الكتاب في بلدنا. ولما ندافع عن المسألة يقولوا أنتم من منطلق تجاري تعملي. طبعاً في طبعاً هي مؤسسة دار النشر هي مهما قالت أنه عندها أهداف سامية، أهداف ثقافية، مشروع كبير ماشي على خطى، مهما قالت ذلك فهي في النهاية مؤسسة تجارية، لازم المقومات المالية تكون موجودة فيها. فهذا أنا كنت كثير بحب أنه ما أكون موزعة، يعني هيدا الشيء بحب أقوله. أنا بحب أنه يعني كنت كثير حبيت يكون دوري فقط كناشرة مثل بأوروبا مثل بأمريكا، وتأتي شركة توزيع تتولى مسألة التوزيع، تتولى محاربة القرصنة، تتولى محاربة التزوير الورقي، يعني تنزع عنا هذا العبء ونحن نقوم بالعملية الأقرب إلى قلبي يعني اللي هي النشر. ولكن حتى هذا، حتى شركة التوزيع ليس لدى الناشر العربي ثقة بها يعني. طيب أستاذة رنا سامحيني على المقاطعة، في عندنا مشاركة هني بعثت السؤال تقول أو ملاحظة على الكلام، ماذا يفعل القارئ في ظل سوء توزيع الكتاب؟ يبحث عنه فلا يجده ويجده فقط PDF، الناشر لا يتمكن أحياناً من توزيع الكتاب يعني في كل مكان. لا تقصد هي دار الآداب على وجه الخصوص، بشكل عام تتحدث يعني عندما يريد أن يقرأ مثلاً هذه الرواية، وهذه الرواية غير موجودة في دبي على سبيل المثال، غير موجودة في أماكن معينة، ما هو الحل؟ ربما الميزة الوحيدة لجائحة كورونا هي أنه كثرت المنابر أو ما يسمونه بالمتاجر الأونلاين. متاجر الأونلاين هي ممكن تعمليها من بيتك أنت أو من أي شخص تاني، مش ضروري يكون في مكتبة فيزيكال، مكتبة جسدية يعني، إنما هي موقع يمكنه من خلال، يمكن القارئ من خلاله أنه يشتري أي كتاب، يوصل له ديليفري على المنزل، معقم في كل مواصفات السلامة، ومتوفر الآن بكثرة في جميع البلدان، إلى جانب شركتين متجرين ضخمين بيوزعوا الكتب وهم جمالون.com ونيلوفراد.com. يعني هيدي لم تعد حجة. في ما لا يقل عن 56 مكتبة أونلاين هيك بهذه الطريقة تعمل ديليفري للكتاب في السعودية، في 26 مكتبة أونلاين في الكويت، في 44 مكتبة أونلاين بالإمارات. يعني خلص أصبحت متوفرة بكتير أكتر، وميزتها طبعاً مش بس فقط سلامة وهيدا، ميزتها أنه هي تخرق الرقابة العربية، وهون هيدي نقطة كتير كتير أساسية بالمسألة. لما يعتبروا الموزع يلي يستورد كميات كبيرة يحتاج إلى رقم فسح من الدولة، ودولة مثلاً مثل دولة الكويت اللي عندها رقابة صارمة جداً لا تستطيع، يعني لا تستطيع المكتبة أنه تستورد أي كتاب، لازم تأخذ فسح ولازم رقم من وزارة الأعلام وإلى آخره. بينما المكتبة الأونلاين يعتبر برضو بيع إفرادي، فتتجاوز هذه المشكلة. أنا بعتذر على الإيطالي بس يعني هيدول أشياء لوجستية. شكراً أستاذ رانا، بس أنا بنروح لعبير الشريف، أنت أعتقد مداخلة. أستاذ عبير معانا؟ أستاذ
استاذ عبير. طيب اعتقد موجوده بتعتاد الا ايوه حلقة. لا انا معاكم راح اوكي تفضلي هقول على سريعا ثلاث نقاط. يعني طبعا كل النقاط اللي كنت حابه اتكلم فيها ضغطت اوريدي, فهتكلم في ثلاث حاجات. فكرة تقبل الآخر, هل بعد ما فعلا نقرأ رواية زي دي, وأكيد طبعا أي حد سواء هورز أو مثلا عندهم ناس المتحولين جنسيا أو حاجة, في أسباب أدت لده سواء مثلا اجتماعية أو حاجات اتفرضت عليهم بشكل أو بآخر, هل ممكن احنا فعلا نتقبلهم عشان عندهم قصص احنا مش عارفينها ممكن تكون جدا إنسانية. ده مأزق يعني إنساني ممكن الواحد يقع فيه, لأنه إحنا اتربينا أو شايفين أنه ده سلوك مش مقبول, فدايما بيكون فيه فعلا بيبقى الناس دي منبوذة, وهم أكيد طبعا عندهم بعد إنساني أكيد لازم يحترم. فهل فعلا إحنا نقدر نتقبلهم ونتعايش معاهم؟ فكرة التقبل الآخر دي مهمة جدا, وده خلانا نطرح تساؤلات كتير على أنا بشكل شخصي هل فعلا ممكن أتقبل الفئات دي أو لا. النقطة الثانية فكرة الناس المتعصبين اللي بيدوا نفسهم الحق ان هم يحكموا على الآخر لا وينفذوا الأحكام, زي الناس اللي قتلوا ليلى, وزي المثال التاني الشخص اللي كان مدفون قريب منها وهو كان برضو رايح يفجر نادي ليلي, في ناس فيهم اللي بيمارسوا من وجهة نظره الموبقات, فهو رايح يطهر المكان ده. فدي كمان كانت نقطة مهمة جدا الكاتبة أثرتها, وهي إلقاء الأحكام على الآخرين وكمان تنفيذ الأحكام دي. الحاجة الثالثة, أو أنا كنت عايز أقولها number two بس هي الثانية, بس بقولها ثالث حاجة أو آخر حاجة, فكرة المتحرشين أو الناس اللي بتأذي وبتبقى سبب في تغيير مسار حياة إنسان طبيعي, الإسقاطات اللي بيعملوها البروجكشن اللي بيعملوه على الآخر عشان خطر يحسسوا إنه هو السبب مش هم اللي وحشين. يعني لما عمها كان بيقول لها أنتي ما اعترضتيش, هي كانت خايفة, بس هو علشان يدي نفسه مبرر إنه هو ما بيعملش غلط إنه هي قبلت ده, وإن هي كانت بتغوي كمان, يعني وصلت القذارة بيه إنه هو يخليها إنه هي اللي بتغوي وهي اللي جرأته وهي اللي كانت متقبلة العمل الإجرامي ده. طيب فدي نوعيات واضحة الفكرة يا عبير, واضحة. هاي ثلاث نقاط عندك قلتيها اللي هم متشكرة في إلقاء الأحكام وفكرة تقبل الآخر, والفكرة الثالثة هي الأسباب التي التحرش, يعني التحرش إنه هو الناس المتحرشين بيبقوا عندهم نفسية معينة بتسقط أخطائهم على الآخر إنه هم اللي سبب في اللي حصل مش هم اللي أذوا, باعتبار نفسية المجرم يعني. طيب شكرا يا عبير, شكرا جزيلا. بس أنا بس حبيت أقول شيء, أن قتل ليلى لا علاقة له بإلقاء الأحكام وتنفيذها. قتل ليلى تم بناء على أنها نفذت مهمة ليعتقد رجل يعني من المتنفذين, ويجب أن تخفى من الحياة. صح أنا هكذا فهمت الموضوع, أن هي لا يعني هي لم تقتل لأنها مومس, هي قتلت لإخفاء ما المهمة اللي أدتها في الأوتيل عشان ما تروح تقول ابن فلان كذا, لأن عرفته يعني هي عرفت أشياء لا يجب أن تعرفها, فيجب أن تختفي هذه السيدة. فهذيل اللي كانوا يستنونها في السيارة هذيل قتل مأجورين جاءوا ينفذون مهمة القتل يعني. لكن طبعا الكلام الآخر اللي تفضلت فيه عبير العنصري ولا فجر الملهى ولا إلى آخره, لكن السؤال فعلا الملتبس أو الصعب هو بالنسبة لمجتمعات محافظة ومتزمتة أو دينية, هي فكرة تقبل الآخر, خاصة عندما يكون الآخر يتماس مع فكرة الدين أو الأخلاق أو إلى آخره, أو أن احنا ننظر للمسائل من هذا المنطلق. هاي أعتقد اللي تحتاج إلى جلسة نقاش, أعتقد لن نستطيع أن نلم بها الآن, لكن سؤال محوري ومهم جدا. كانت لا أحمد سائل برجع لك ما نسيتك, لكن أعتقد أن مليكة كانت تقول أن عندها مداخلة. مليكة أهلا مرحبا أستاذة عائشة,
ما شاء الله غطيتم على كل ما في جعبتي، لكن أنا أقول أن يعني الفكرة التي خرجت بها من 848 صفحة هو العلاقات الإنسانية، يعني أهمية العلاقات الإنسانية بغض النظر عن كل القضايا التي تطرقت إليها، التنمر، العنصرية، تطرقت للعديد من القضايا التي يعني تؤرق المجتمع وما زالت حتى يومنا هذا. أنا يعني لاحظت أن إليف شفق أرادت في الجزء الثاني من الرواية أن تعكس الصورة الحقيقية خاصة لهؤلاء المتحولين المنبوذين، فسلطت الضوء فعلا على الإنسانية والرحمة الموجودة في قلوبهم، وخاصة بالذكر آلان فهو صاحب الفكرة، لم يتقبل فكرة موتها ولم يتقبل كيف للمستشفى أن يدفنوها في مقبرة الغرباء، فهي تستحق يعني أكبر من هذا الموت، يعني أكبر من هذا الدفن، لأنها صاحبة إنسانية بالحقيقة. هي أتذكر عندما كان عمها في زواج ابنه، عندما كان يعامل الإفريقي عند يعني بعنصرية وتنمر، فكانت هي يعني دافعت عليه، وحتى أنها أحرقت لسانها وشربت الشاي عنه يعني عنادا في عمها. يعني أنا أطرح يعني الفكرة التي ولدني هي أن آلان هو الذي اقترح، هو ممتلك الشجاعة والقوة حتى لانتشال جثتها، وهو من صاحب الفكرة الذي أراد أن يدفنها في مكان يرتقي لها ولنفسها ولشخصيتها. فأعتقد أنها فعلا إليف شفق ركزت كثيرا في هذا الموضوع، وأنها أرادت للقراء أن تجذب تعاطفا يعني ظاهرا وواضحا جدا نحو هؤلاء المتحولين. أعتقد أستاذة عائشة، فما شاء الله أنتم غطيتوا كل شيء، تبارك الرحمن. كلامك تبارك الرحمن في محله، شكرا جزيلا يا مليكة. أبغي أسمع أمينة. أمينة السلام عليكم. عليكم السلام يا أمينة، سمعيني يعني كويس؟ حابة الرواية وعايزة تقولي حاجة يا أمينة. الحقيقة الرواية جميلة جدا جدا، أنا بشكر الاختيار. أنا بالنسبة لي أول مرة أرى الأليف شفق، بس قررت أني أول حاجة هبتدي بيها قواعد العشق الأربعين، عايزة أرى كل رواياتها، ولقيت إسطنبول واضح أنها برضو بتقول حاجة. الرواية طبعا جميلة جدا جدا جدا، وفعلا خرجت يعني بالرغم أن هي كانت محصورة فعلا في التكوهات اللي هي بقت فيها كل الروايات، وأنا بحيي رنا على هذه النقطة، أن فعلا الروايات كلها دلوقتي بنقراها هي الثلاث حاجات اللي هي الجنس والمال والدين، هم دول اللي بتتمحور فيهم معظم الروايات العربية. فاحنا عملنا زي تقوات كده بنعبدها، ما بقاش عندنا الروايات اللي هي بتخرج بره الثلاثة دول انها تطلع لي بفكرة جديدة، زي مثلا رواية أولاد حارتنا مثلا بتاعت نجيب محفوظ، انها بيتكلم على حاجات جامدة جدا بس بتصوير تاني خالص، او يعني يخرج عن المألوف، ان احنا ما بقيناش نخرج عن الكلام ده بحيث ان احنا ما بقيناش نسمع فكر جديد. فعلا دي نقطة المفروض ان احنا يعني نركز عليها، او هل فعلا في ناس بتكتب بس تدور النشر ما بتنشرش الا هذه الروايات اللي هي مضمونة انها هتجذب القارئ؟ ده سؤال كنا سألناه قبل كده في ندوة لو تفتكري، ان احنا قلنا الكلام ده، ان ليه دايما الروايات كلها منصبه في دي. فحتى كان في ناقد مصري ساعتها قال لا، في روايات كتير قوي موجوده بس دور النشر بتبريفير ان هي تبقى في المضمون انها تنشر الروايات اللي هي بتجيب فلوس يعني. وده ممكن يبقى سؤال للناشره. فدي الحته الثانيه بقى. طبعا انا طبعا زي مدام فتحية ما قالت ان هي، انا عكس اتجاه مدام فتحية، هي الكاتبة فعلا صورت اسطنبول هي مش بتحبها ابدا يعني، وصورتها وقالتها في كذا نقطة حتى على عمود جدتها، ان هي لما ما راحتش، لان هي ما تروحش بلد بتصادر الفكر والرأي، وان هي ما تأمنش فيها، فهي طبعا صورتها بكل التصويرات. وانا التصور ده يعني أجاب لي على سؤال كان دايما بيجي لي، إن أنا من زمان من زمان من زمان دايما كنت شايفة إن التأخر اللي في منطقتنا العربية
خصوصا السيجريجيشن بين ذا مان اند وومن اللي هو الفصل ما بين الرجل والمرأة، ده كل ده جاي من الثقافة العثمانية مش من ثقافتنا إحنا العرب. يعني فكرة السلام لك والحرام لك وإن الستات في حتة والرجالة في حتة والبرقع واليشمك والحاجات دي كلها جاية لنا للأسف من الثقافة العثمانية، وأثرت علينا بقى لما جم احتلونا وبقت الدولة العثمانية وكده وفضلت معانا. فهي الحقيقة الرواية دي أكدت لي هذا المفهوم عندي، إن أنا فعلاً الأتراك سبب تأخر جامد جداً في حياة في الحياة العربية. كملي يا مينا كملي. أوكي، فدي حتة. فحتة طبعاً السؤال بتاع عبير ده فعلاً أنا سألته، أنا تعاطفت جداً جداً مع كل الشخصيات. هي نجحت أليف شهاق إنها بالرغم من إن هي جابت، إحنا ناس يعني إحنا تربينا فعلاً على إن يا دي عاهرة يا ده متحول جنسيا كده، احنا ده جوانا وإلى الآن. أنا هي نجحت في إني أنا أتعاطف معهم جدا إنسانيا جدا، بس أنا سألت نفسي يعني هل أنا ممكن لو شفت حد من دول ممكن أصاحبه؟ لما سألت نفسي السؤال ده لقيت إن أنا مش هقدر أصاحبه، مش هقدر أصاحبي، مش هقدر إن أنا يبقى في حياتي، إنما أتليست مش هنتقبه. يعني اللي وصلت له ان على القليله احترم خصوصيته، او انا ما اعرفش ظروفه وما احكمش عليه وات ايفر، لكن هل هيبقى مثلا ادخله بيتي واصادقه؟ انا ما يعني مش هقدر، انما مش هبقى عنيفه معاه، مش هحق يعني وات ايفر. يعني هيبقى له هو المجتمع الماء بتاعه زي ما هي بتقول مثلا، مش عارف. دي حاجه. الحته العجبيه هي على فكره أول. نجحت في انه تجعلك تسالي نفسك السؤال. ايوه فعلا فعلا، هي شيء قدرتها بمهاره شديده جدا انك تتعاطفي مع شخصيات انت ممكن تكوني من اتربيتي على ان يعني ازاي واحد شاذ، ازاي واحده عايره، ازاي كذا، ما فكرناش في ايه اللي خلاه يبقى كده. يعني ووصفها حتى لضوافر الشاذ وان هي بتعاني، يعني انا ما كنتش اعرف المعلومات دي ان قد كده المتحول جنسيا بيعدي على عمليات كتيره قوي عشان تحول شكله الى انثى. يعني دي برضو حاجه خلتني حتى يصعبوا عليا يعني. فأليف شفاق صراحة ممتازة يعني. بس الفكرة حتة كمان عجبني قوي ان الجزء الأخير اللي هو في المقبرة انا بعتبره من اهم اجزاء الرواية، والمقارنة اللي هي قارنتها ما بين فكرة الشرق عن الموت والغرب فكرة رائعة. يعني الواحد ما يعني ما جاتلوش، بس فعلا لما هي قالتها ان الغرب ترك فكرة ان انا افضل خايفة من الموت فانطلق في الافاق ان هو يقدر يبدع ويفكر وما افضلش انا حبسة نفسي، ان هي زي ما قالت ان اسطنبول مدينة الموت، على طول بيفكرك انت هتموتي انت هتعملي، وده اللي هو مثلا في الدين دايما بيخوفونا انت هتموت وهتروح النار هيحصل لك ما عرفش ايه وايه وايه وايه. فده بيخلينا احنا كمجتمعات عربية زي يكون في سلاسل كده جرانا لورا يعني. فرائعه صراحه برضو دي الفكره عجبتني جدا. الحته بتاعت المقبره من اولها لاخرها مليانه حتت رائعه، وفكره المقارنه ما بين الموت عندنا وعند الغرب دي حلوه قوي. وانا كنت حابه اسال الناشره الحقيقه سؤال، ودي اخر حاجه اخر نقطه، اللي هي ما هي الصعوبات التي تواجه الناشر في عالمنا العربي وخاصة بالنسبة للروايات الهادفة التي لها رسالة ما؟ أنا عايزة أعرف يعني أكيد أنتوا بتواجهوا صعوبات، لو ممكن بريفلي حضرتك تقول لنا إيه هي. وشكرا تاني على الاختيار، أنا استمتعت على فكرة بنقاش كل حد في الجلسة، كل واحد أضاف نقطة أجمل من اللي قبلها. شكرا. شكرا يا أمينة، وكل نقطة تفضلتي بها محل تقدير وتستحق التوقف حقيقة. السؤال استاذة رنا اللي تفضلت بأمينة، هو طبعا هو سؤال الرقابة العربية، يعني اذا فهمت منيح سؤالها، هو بيتعلق بانه هيك كتب شو مصيره عند الرقيب. يعني هلا في مثلا هذا الكتاب في الامارات عندي رقم فسح له، يعني ما تعرضت ما تعرضت الرواية لأي نوع من المنع بالإمارات.
ولكن أنا متأكدة أنه مثلا في السعودية وفي الكويت سنواجه هذه الرقابة. في لبنان يعني شوفي لما يقولوا أنه بيروت رئة العالم العربي يلي يقدر يتنفس منه ما عندنا أي مشكلة رقابة بصراحة. يعني هيدي يعني شو بدنا نقول، نركع احتراما لهذا لبيروت الجريحة بكل جوانبها. لم نتعرض يوما لأي ضغط من أي جهة رسمية. أذكر مثلا يعني هيدا للتاريخ أنه عندما نشرنا أولاد حارتنا لنجيب محفوظ وكانت هي طبعا ممنوعة بمصر، والدي اتصل بنجيب محفوظ وقال له أنا سأجمع مقالاتك اللي سبق مش مقالاتك، هي الرواية نشرت على حلقات في جريدة الأهرام. فهو والدي الله يرحمه جمعها ونشرها في بيروت لأنه كان مستحيل مستحيل أنه يقبلوا ينشروها في مصر. ولم تنشر في مصر ولم تنشر في مصر إلا بعد 27 سنة عندما أخذوا موافقة الأزهر، وكتب أحد مشايخ الأزهر مقدمة بالكتاب تبرئ الكتاب من الإلحاد، وهو طبعا كتاب مليء بالإلحاد مهما قلنا. يعني ما عندكم أزهر يا رنا؟ ما عندنا أزهر. إجا رسالة من دار الفتوى تمنت علينا ألا نوزع الكتاب، فكان رد دار الأداب فوري أنه نرجو ألا تتدخل دار الفتوى في هذه المسائل. ووصلت رسالة اعتذار من دار الفتوى تقول فيها أنه فعلا هي كآلية دستورية لا يحق لها تدخل بفسح أو منع أي كتاب في لبنان. شكرا أستاذ رنا. بس سريعا نروح لسؤال أحمد حتى لا يقول بأنه حرمناه من السؤال. يعطيك العافية أستاذ عاشة. أنا كنت بسأل نفس السؤال اللي سألته أستاذ زينة، بس ما دام أستاذ رنا جاوبت فبسأل سؤال ثاني سألت فيه قبل الأستاذ سفيان عبد الحميد عن مترجم رواية ظل الريح. فسؤالي للأستاذ رنا هي بعد ترجمة عدة روايات لأليف شفق، ماذا أضافت أليف شفق شخصياً للأستاذ رنا؟ شكراً. بس سفيان عبد الحميد؟ أستاذ سفيان اللي ترجم ظل الريح، سفيان إذا ما كنت غلطان. معاوية عفواً، معاوية. أصف. ابن سفيان، أبو سفيان. انت اختلط عليك الامر، من دخل دار ابي سفيان فهو امن. آمن. طيب شكرا يا احمد، شكرا، تسلم. مجرد دعابه انا تاخذ في خاطرك. تفضل يا استاذ رنا. لا ابدا استاذ عاشة، انا بطبيعتي احب واعشق الحكايات بصراحه، اعشق الحكايات. يعني استمع الى حكواتين واخبار الجيران والثرثرة حولي يعني. وإليف شفاق هي كما وصفت نفسها بالدرجة الأولى هي ستوري تيلر، حكواتية، حكواتية، وتحتفي بذلك وتخلط يعني تماما عرفت تطوع شكل الرواية لكل السرديات المحكية اللي موجودة بالميدل إيز بالشرق الأوسط. يعني نحن كلنا مجتمعات شفائية يعني. فهي يعني رجعت ذكرتني قدي أنا بحب اسمع حكايات يعني، ربما من نشأتي، نشأت ببيت والد روائي وأم مترجمة وكاتبة، وما من نام ولا يوم ما نمت إلا ما سمعت أكثر من حكاية واثنين وثلاثة. وبيروت الحكايات يعني كمان كتير، هي مدينة عريقة. عائلتي عائلة إدريس هي مدينة، هي عائلة قديمة جدا، حتى إنه في باب من أبواب السبعة تبع بيروت اسمه باب إدريس. يعني عائلتي كانت تفتح باب بيروت وتغلقه ليلا
حتى هيك، ولها حكاياتها ولها أبنيتها بالحي هيدا يعني. فأليف من هالناحية كتير قريبة على قلبي، لأنه أنا بحب الحكاية وبعتبرها بارعة في ذلك. شأن إيزابيل أليندي، شأن إلينا فيرانتي يلي الأستاذ معاوية هلأ عم بترجم لها روايتها الأخيرة يعني، وإن شاء الله بيكون في لقاء مع الأستاذ معاوية لما ينتهي من عمل إلينا فيرانتي البديع الأخير يعني كمين. وهيك يعني بس فينا بس استاذ رنا نروح عند الاستاذ تيسير. تيسير اهلا وسهلا، مساء الخير يا تيسير. تيسير نهضتوا اهلا وسهلا. والله يسعدني جدا اللي نحضر اول لقاء، واسعدني جدا كوني يعني ضيفه معاكم، وكانت من أحلى الليالي اللي مرت بها هالمدة. حلو جميل، شكرا. أنتي ضيفة دائمة عندنا، خلاص الله يخليك. Thank you very much. الله يخليك، شكرا. مداخلة ولا سؤال للأستاذة النشرة؟ والله أنا عندي شوية تعليق بسيط على القصة. أنا أعجبت بها القصة، حبيت أرد يعني بكل لطف على الأستاذة رنوة التي تقول إن هذه الكتابة هي كتابة ومعها قليل من البهارات للبيع. أنا أقول أن الالتزام التزام التزام من دكتورة وكاتبة وباحثة في نفس المواضيع، وذكر الجميع وذكر البعض أن هذه الكاتبة الرائعة تكره إسطنبول. أنا لا لم أرى كرهاً، ولكن رأيت حباً ووجع. الحب تجاوز إسطنبول ليذهب إلى لبنان وإلى الصومال، ليذهب لهذا الشرق الجريح الذي يعاني فيه الشخص وتقع عليه أحكام أخلاقية لمجرد اختلافه، مع أننا كلنا مختلفون. يعني غضب صح، لا أظن أنها غاضبة وأنا غاضبة كذلك معها، بما أن هذا الشرق الجميل، هذا الشرق الذي يخلق هذه الصداقات وهذه العلاقات في كل بلدان العالم، هذا الشرق المليء بالحياة، هذا الشرق الذي يعدم فيه كل شخص لاختلافه. أوكي، يعني عجبتني القصة مش لأنها فيها هذه البهارات، وإنما لأن فيها هذه الجروح. صحيح أن ليف شفق أحياناً لم تجدد، لأن الواقع الشرقي غريب ومتألم وله نفس الجراح، وهذه الجراح لا تطيب يعني. هذا هو المشكل. سوري يعني. أوكي، أنا عندي مؤاخذات على الكتابة. أعجبتني بالضبط العشر دقائق وثمانية وثلاثين ثانية، ولكن فجأة في بعد ما تموت البطلة كأن النفس يفتقد لهذا، لا أعرف، كأن إليف شفق بعد الموت تكون في حالة حداد فلا يتواصل نفس النسق، كون واحدة تحفر القبر ويسقط هذا شو اسمه، هو أكيد هو عنده نوع من الضعف وعنده نوع من his kind of clumsy، لكن عندما يسقط لم تعجبني هذه، حسيت إنه النفس في القصة كيفاش أقول، ماذا أقول يعني، لم يعد بهذا الصمود وبهذه الصلاة. قصدك سقوط سنان في القبر؟ اي يعني حسيت شنو، هل هو مضحك، هل هو مبكي، هل هو ما بعرف، لم احس كون الجزء الثاني من القصة بنفس قوة الجزء الاول. شكرا، اظن اني اطلت في المداخلة. لا ما اطلت، بالعكس اسعدتينا يا تيسير، مداخلة جدا جميلة وجدا رائع. الله يخليك، ثانك يو، الله يخليك، شكرا. أعتقد أن الكل شارك،
ما عدا الأستاذة هاجر. مساء الخير. وهالة خرجت وقالت إن كانت تعبانة، وأنا كان بودي إني أسألها، فعذراً يا هالة وأنت مش معانا. أنا ما شفت إيدك وهي مرفوعة، يعني سامحيني. تفضلي يا هاجر، بننهي الجلسة بمداخلة هاجر لأن أعتقد أنكم تأخرت، وأنا بالنسبة لي ما عندي أي مشاكل يعني. وليلى إذا عندك مداخلة نحن مستعدين نسمعك للصبح، أنت تحديداً يعني. تفضلي يا هاجر، تفضلي يا عزيزتي. الصوت هاجر، الصوت يا هاجر. وفي بدرية الشمسي عاوزة تتكلم برضو. تفضل يا هاجر. مساء الخير جميعا، الصوت واضح بالنسبة لكم؟ إيه نعم. الكمبيوتر طبعا الأخوات غطى وما خلوا شيء، بس عندي جملة. أولاً الكاتبة أنا قريت لها قواعد العشق 40، يعني الكاتبة تقريباً نفس المواضيع تختار، اختارت قواعد العشق 40 المسائل الدينية وكذلك المسائل خلينا نقول التحلل يعني أو العلمانية أو يعني خلينا نسميها. بالنسبة للرواية وظفت الشخوص يعني والأحداث توظيف جميل جدا، يعني جعلتني أخلص الرواية أكثر، يعني أنا حددت لها 7 أيام خلصتها في 4 أيام. بالنسبة للشخوص الخمسة يعني ليلى وجماعتها يعني حدثت عنهم بحيادية وتركت الحكم للقارئ. أنا يعني بطبعي يعني ممكن أتعاطف مع ليلى لأنه هي تعرضت إلى ظروف قاسية انتهت فيها إلى هذه النهاية المأساوية. بالنسبة لزينب إنه هي يعني حجمها ووضعها فكمان متعاطفة معها. بالنسبة إلى الصومالية جميلة كمان إنه وضعها وبعد ما توفت أمها وزوجة أبوها يعني سامتها سوء العذاب فهربت، كمان بتعاطف فيها. سنان اللي هو شخصيته ضعيفة كمان أوكي بتعاطف فيها. أما نهلان اللي هو عثمان اللي ما عنده أي مبرر، بس مع ذلك ما حسيت إنه نفسي ناقمة جدا عليه، لأن حسيت إنه عندهم جوانب إنسانية يعني بشخصيتهم. مثلا لما اجوا في المستشفى نهار كامل يردون جثتها وبعدين ما انطوهم اياها وتراشقوا مع المديره. واحلى شيء ضحكتني انه من رادي يهين المديره قال لها يا عاهره، يعني هي صاحبتهم هي كانت يعني اساسا مومس. يعني بالنسبه لل يعني الاضطهاد المجتمع للمومسات مو بس بالنسبه للمجتمع العادي، للناس الكاستمر اللي يجوهم الزبائن اللي شاطروهم نفس الخطيئة تقريبا هم أيضا قاسين، يعني بحيث واحد منهم حرق ظهرها بالماء النار، يعني حرق ظهرها لليلة. هو مو بس المجتمع قاس عليهم، هم دول حتى اللي يشاركهم بالخطيئة اللي يجي للماخور هو أيضا قاس عليهم. ما أنت جاي يعني أنت جاي لمومس يعني مشاركها بنفس الخطيئة يعني، فحتى هذول الأشخاص يكونوا قاسين عليه. عندي ملاحظة على زينب إنه قالت لها عندما يعني طرحت الفكرة إنه ترمون الجثة بالبحر بالسفور، إنه هم أساساً كانوا يبدون يأخذوها يدفنوها مع زوجها، لكن مطاردة البوليس لهم غيرت وجهة يعني اتجاههم. فصاروا قريبين على مقبرة من مال الأولياء والصالحين، فرادوا يدفنوا هناك. زينب اعترافا منها على أن تدفن مع الأولياء والصالحين طرحت فكرة، قالت إنه هي قالت لما ولدتني أمي حرروا سمكة البيتك ما أدري البيتك الزرقاء، فهي ممكن خلونا احسن ندفنها، فهي رادت تبعدها. اتوقع يعني حسب الفكره اللي قفزت الى دماغي انه زينب رادت تبعدها من الدفن بين الاولياء والصالحين، ف
فطرحت الفكرة وكانت النهاية أن تلقى في الديسكورد. هاي اللي عندي. المداخلة اللي ذكرتها الأخت عبير قالت أنه يعني عمها بالنسبة لعمها أنه ألقى اللوم عليها اللائمة عليها على أساس هي كانت موافقة. بالنسبة بما أنه أنا خريجة قانون يعني هي موافقتها لا يعتد بها لأنه هي قاصر. فحتى هذه العذر مالت عمها يعني هو ما مأخوذ به لأن هي القاصر مع موافقتها يعتبر المسألة تعتبر حتى لو كانت في عمر 17 سنة يعني تعتبر بعد ما وصلت سن البلوغ فموافقتها لا يعتد بها وتعتبر جريمة اغتصاب. فهاي يعني الناحية اللي ذكرتها عبير فهو حتى بهاي ما كان محق. وهي يعني حسيت كمان من رواية أليف إنه الحياة هي يعني جزء أقدار وسلوك. يعني إذا كان القدر صعب أحياناً الإنسان بسلوكه يقدر يهون أو يخفض، أما إذا كان قدر مع السلوك الاثنين فيعني هاي الطامة الكبرى. وهذا ما حصل لليلى وهذا كل اللي عندي وشكراً. شكراً يا هاجر، شكراً جزيلاً. بقول شيء بسيط، القابلة اللي كانت تولد أم ليلى بعد ما ولدتها وكانت البنت ما تتحرك وفركتها بالملح والقصص هاي كلها، دخل والدها وقالت والدها اسمه ظني هارون كان، وأعطاها مال للقابلة المولدة يعني بسرعة خرجت حتى لا يكون هناك يعني أنها تنحط في موقف حرج خاصة أن بننقل كذا وبنعطيها له. قالت القابلة هذه الكلمة، قالت أو أدركت تماما من خلال أو أدركت تماما من خلال تجربتي المديدة أن خوض الحياة من دون التعرض إلى أي أذى يعتمد على عنصرين جوهريين إلى حد بعيد، معرفة الوقت المناسب للوصول ومعرفة الوقت الملائم للمغادرة. أنا أعتقد أن ليلى ما عرفت الوقت المناسب للمغادرة ربما، وما عرفت يمكن الوقت المناسب للوصول إلى إسطنبول، هذا الوقت الذي جعلهم يسرقون حقيبته، وهذا الحدث الذي يهيئ لنا أو يبدو لنا أنه السبب في أنها دخلت عالم المواخير وعالم الليل، بينما السبب الرئيس الذي صنع كل هذه الرواية هو اعتداء عمها عليها، تبدل مصيرها تبدل كامل. يعني في الختام لا يسعني حقيقة إلا أن أشكر الأستاذة الدكتورة رنا إدريس على وقتها، على سعة صدرها، على وجودها معانا، على ترحيبها أنها تكون معانا، والأستاذ حسام وصلي على أيضا تشريفه وموافقته أن يكون معنا، وكل الموجودين معانا من الأساتذة والدكاترة والروائيين والضيوف. شكرا جزيلا لكم، أخرتكم لكن استمتعنا جميعا بهذا النقاش. ليلى دائما شكرا جزيلا. عاشر نتري الرواية الثانية اللي بعدها. أي. إن شاء الله. ما سمعتك يا أحمد. أقول نتري الرواية اللي بعدها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أعتقد بتكون من دار الآداب بعد أعتقد. بعد إيزابيل ألندي، فأعتقد بنقرأ لإيزابيل ألندي. إن شاء الله. يعطيكم العافية. إخوان يا أخوات، تصبحون على خير. شكراً. 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 شكراً.